انتم اللي خيرتوا تبداوا نهاركم مع شاشة التلفزيون الجزائري. نقول لكم صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في عدد جديد ويوم جديد مع برنامج صباح الخير يا جزائر. وماشي جديد عليكم مشاهدينا الكرام انه فقراتنا اصبحت هذه الجمعة 6 مارس 2015 هي كما كل جمعة راح تجمعكم مع كل من أمين عرجان في تراث بلادي، ياسين وتخديجات في المفكرة الرياضية، ويوسف يحيى في صباحكم. وصباحكم مشاهدينا كما كل صباح نبداوه بسلوكيات، لكن بعد ما نرحب ب مصطفى صباح الخير. صباح النور اخ محسن، واش رايك؟ الحمد لله. حابك تقول بلي جاست لذوي الاحتياجات الخاصه، توحشناهم ونحبوهم بزاف. يعطيك الصحة مصطفى، حتبقى معايا طيلة هاد البرنامج اللي راح نبداوه كما قلت بفقرة سلوكيات. والدكتور عماد بن عامر، موضوع اليوم هو اخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم في رحاب ركنكم سلوكيات، إنه ركن الإسلام العظيم الذي يعنى ببيان أخلاق الإسلام الفاضلة على ضوء كتاب الله عز وجل وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تحدث اليوم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيد الخلق وحبيب الحق. نتكلم عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أهم الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جاءت وصف أخلاقه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم الذي نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وكيف جاءت أوصافه عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية المطهرة. هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على إخواننا وأخواتنا، استمعوا لهذه الآراء ثم نعود بعد ذلك. صفة النبي عليه الصلاة والسلام بدون يعني من صفة ملاح، صفة نقاية، صفة كما نقولوا مثالية، صفات اللي ما كاش يعني ما نقدروش نمثلوا بها، لأنها هي يعني عظيمة إلى أقصى درجة. كان متواضع مام بالقوة التي كان يملكها، وكان حكيم في تصرفاته، وكان لديه حكمة في تصرفاته، وكان يتصرف مع كل إنسان. يعلمنا ما معنى الجار والنظافة والأخوة والمحبة. النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، شيء كبير، شيء يعني حاجة اللي ما عندهاش مثال. الناس قاعدة تقتدي به، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمنا في المدارس من بكري، يقولون باللي نقتدوا بالسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جسما كل مجتمع تاعنا يتبع هذه السيرة، كنا كانوا في طريق مستقيم، وكان من افضل الناس خلقا، وحنا تربينا عليه كما قالك والدينا جدودنا، وكاع منين جينا مع الاخلاق، والاخلاق النبيله خارجه منه. ونتمنى وان شاء الله لو كان نقتديه ولو بجزء صغير من هذه الصفات الحميده تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الحديث عن سيدنا رسول الله عليه وسلم وعن أخلاقه العطرة حديث ذو شجون، لأنه كلام عن هذا العظيم الذي بلغ العظمة في الأخلاق وفي التقوى وفي الصفات الحسنة وفي الصفات الفاضلة. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم شرفا وعظمة وتزكية أن الله تبارك وتعالى وصفه بهذا الوصف الدقيق في سورة القلم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، كيف جاء في هذه الآية هذه المؤكدات؟ وإنك لعلى، إن واللام
إذن كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدرجة العالية والرفيعة في حسن الخلق، وبحق إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الكمال البشرية في الأخلاق الإسلامية وفي الأخلاق الفاضلة. كيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ لا نستطيع أن نعدد هذه الأخلاق. يذكر علماء المصطلح أي علماء الحديث حينما يعرفون السنة يقولون بأن السنة هي ما نقل أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. إذن جانب الأخلاق يدخل ضمن السنة النبوية المطهرة، أي ما يدرس في السيرة العطرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع الصبيان، كيف كان يتعامل مع الأصدقاء، كيف كان يتعامل مع الرجال، مع النساء، مع الصغار، مع الكبار، هذا كله يدخل ضمن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جزء من السنة النبوية المطهرة التي ندرسها في علوم الحديث. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، السائل أراد أن يتعلم من عائشة رضي الله عنها التي هي أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتعلم منها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لم تستطع أن تجيبه بإجابة مفصلة، لم تستطع أن تقول له بأنه كان أمينا وكان صادقا وكان وفيا وكان يفي بالعهود وكان يأكل الحلال وكان يرأف بالصبي ويرأف لحال الأرملة ولحال المسكين وللمرأة، لم تستطع أن تعدد هذه الصفات، فأجملت أي ذكرت جوابا مجملا أو جوابا عاما شاملا، فقالت ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تقرؤون قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت كان خلقه القرآن، أي كل خلق حميد ورد في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من ذلك الخلق، قد أخذ منه بالنصيب الأكبر وبالنصيب الأوفر. فإذا قرأت في القرآن أن من صفات المؤمنين أنهم صادقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين. إذا قرأت في القرآن بأن المؤمنين يوفون بالعهود وبالمواثيق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أوفى الناس بالعهود والمواثيق. إذن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاق القرآن. ومع هذا قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في سنة النبوية المطهرة، قد وصف بصفات جزئية أو تفصيلية. فمثلا ذكر سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط، لم ينقل عنه أنه كان يضرب خدامه أو كان يضرب النساء أو كان يضرب زوجاته عليه الصلاة والسلام. إذن صفات النبي عليه الصلاة والسلام فوق العد والحصر. وأخير ما أختم به حديثي هي شهادة القاضي عياض رضي الله عنه، ذكرها في كتابه الشفاء، قال ما تفرق من صفات حميدة في آحاد الناس فإنه قد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل وصف حميد اتصف به أحد من الناس فإننا نجده في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فينا، وأن يجعلنا ممن يقتدون بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وينجمعنا لقاء آخر مع حديث آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا للدكتور عماد بن عامر، واحد تحية وسلام لكل مشاهدينا اللي مشوفوا دوك في برنامج صباح الخير يا جزائر. أنا معكم حتى العشرة على الصباح مع فقرتنا وأركاننا. موضوع اليوم في فقرة سلوكيات كان أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أنزل عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يراه يدرس في مختلف المدارس القرآنية في ربوع الوطن الجزائري. نروحوا إلى واحدة من المدارس القرآنية، هي الأقدم عموما في الجزائر وخصوصا في المدية، هي مدرسة الحرية لبلدية جواب بالمدية، مع مريم علام.
تعتز مدينة المدية مهد الحضارة وشد الأصالة بمعالم دينية عديدة كالمدرسة القرآنية الحرية الواقعة ببلدية جواب التي كانت تعرف سابقا بزاوية المنطقة، ثم فتحت أبوابها للطلبة المحليين والمسافرين القادمين إليها من مختلف ولايات الوطن سنة 1988، حيث تقوم المدرسة القرآنية بإعطاء دروس في تحفيظ القرآن الكريم وتفسيره وإلقاء محاضرات في الفقه والحديث النبوي الشريف للذكور والإناث ولجميع الفئات العمرية تحت إشراف مجموعة من الشيوخ والأئمة والمقرئين، تجسيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه المدرسة تتكون من 5 أقسام للتعليم القرآن الكريم و5 للتعليم الدروس المواد الشرعية واللغوية، بالإضافة إلى قسم للتعليم الإعلام الآلي الحاسوب، وعندنا مكتبة وقاعة للمطالعة، أصبحت بمثابة خزان تتزود منه المدرسة الوطنية والمعاهد الإسلامية، حيث ولحد الآن أننا نؤطر بطلبتنا ما يقارب أو ما يفوق 230 طالب الآن في المدارس، وعندنا حوالي 29 طالب الذين أخذوا الجوائز الوطنية ولهم مشاركات دولية. لنخرج به حبا ونباتا. من هنا فقد قامت مدرسة الحرية العتيقة التي تستقبل أكثر من 150 طالبا في كل موسم دراسي بأدوار ووظائف عدة، كالدور التربوي والتعليمي والدور الوطني والأخلاقي. ما زالت هذه المدرسة القرآنية تقوم بأدوارها المعهودة إلى يومنا هذا، بل زادت الحاجة إلى هذا النوع من المدارس بعد تراجع مستوى الطلبة في مجال العلوم الشرعية والأبحاث الدينية، وخاصة فيما يخص الموارد والتفسير وفهم مقاصد الحديث النبوي الشريف وتقعيد الفقه وأصوله، اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أصحابنا أحراف رجال يعرفونهم. تكونت في هذه المدرسة بحيث أننا اكتسبنا مبادئ في علم الدين، واكتسبنا ولله الحمد حفظنا القرآن الكريم، وتحصلنا على بعض الدروس والمعاملات وفقه العبادات وكذا العقيدة واللغة، ونطمح إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا التكون نصبح دعاة بإذن الله. كانت عندي رغبة كبيرة، يعني حابة نحقق طموحي عندي هنا، حابة نحفظ كتاب الله. الغاية الأولى تاعي حفظ القرآن الكريم كاملا وتطبيقه بأحكامه مرتلا، وتعلم الدروس العقيدة والخطابة والفقه والفرائض، علم الفرائض ثاني علم الميراث، وبإذن الله إنسان يطمح أنه في المستقبل يكون إمام إن شاء الله. عمل هؤلاء العلماء على تعليم الصبيان والبنات والتلاميذ من خلال تأسيس الكتاتيب القرآنية والمساجد والمدارس والمعاهد لتلقين هؤلاء المتعلمين مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد اللغة العربية وإقرار الدراسات الإسلامية للحفاظ على المذهبين المالكي والحنفي. أضافت الزاوية أمور أخرى إضافة إلى العقيدة والتفسير هذه المواد، أضافت يعني تخصصا جديدا في هذا العام، وهو تخصص قراءات القرآنية أو الإجازات القرآنية، فشارعنا بحول الله مع فئة أو مع فوج يتكون من 7 طلبة إن شاء الله سيجازون ويتحصلون على إجازة في قراءة القرآن وإقرائه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلاقا يعني من الرواية المعتمدة في الجزائر وهي رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق،
فأردنا أن يكون الفوج الأول قد أجيز في هذا الطريق وبهاته الرواية وبهاته القراءة، ثم بعد في العام المقبل إن شاء الله سنتطرق إلى روايات أخرى وقراءات أخرى كرواية حفص وشعباء وقالون وغيرها. يبقى انتشار مثل هذه المدارس يدعم ويقوي أواصر الدعوة والتربية والنشأة الدينية السليمة. كان هذا كل ما يتعلق بالمدرسة القرآنية مدرسة الحرية لبلدية جواب بالمدية. احنا نحييو في هذه الصبيحة كامل سكان المدية اللي راهم يشوفوا فينا، كذلك كامل مشاهدينا في شرق غرب وسط وجنوب الوطن، بالإضافة إلى ناسنا وحبابنا اللي راهم في الخارج يشوفونا عبر قناة الجزائرية الثالثة. هذه تحية صباحية في هذه الجمعة المباركة 6 مارس 2015. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. إن شاء الله نزورها الله أكبر، ونشاهد نورها الله أكبر، إن شاء الله نزورها الله أكبر، ونشاهد نورها الله أكبر. يا سلام يا سلام ونشم بخورها الله الله، يا سلام يا سلام ونشم بخورها الله الله، والسلام على الخليل اللي بناكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. إن شاء الله نمشي الله أكبر، ونزور القرشي الله أكبر، إن شاء الله نمشي الله أكبر، ونزور القرشي الله أكبر. يا سلام يا سلام يكون ثم ناشي الله الله، يا سلام يا سلام يكون ثم ناشي الله. ربي يغفر لي كل زناتي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. شافعنا الله أكبر، إن شاء الله يحمينا الله أكبر، نبي شافعنا الله أكبر، إن شاء الله يحمينا الله أكبر. يا سلام يا سلام قولوا آمينا الله الله، يا سلام يا سلام قولوا آمينا الله الله، والسلام على الخليل ابناكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل.
ونعود من جديد نحييو كامل مشاهدينا داخل وخارج البلاد اللي راكم تشوفوا فينا على القناة الأرضية والجزائرية تالتا، وكما كل جمعة الموعد متواصل معكم والخدمة الصباحية حتى العشرة كما كل جمعة وسبت، وحاضر معايا كما كل جمعة مصطفى اللي نعاود نرحب به. مصطفى واش راك؟ الحمد لله لاباس والله الحمد لله. من جديد حاب تقول كامل ذوي الاحتياجات اللي نشوفوا فينا من ذوي الاحتياجات الخاصة باللي نحبوهم بزاف ونفرحوا بخدمتهم كل صباح الجمعة. هذه كامل مشاهدينا من ذوي فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، تعرفنا على احوال مصطفى، حنتعرفوا على احوال صبرينا واحوال الطقس بعد الفاصل. اطلعوا على احوال الطقس مع موبيليس. حابين نعرفوا احوال صبرينا قبل ما نعرفوا احوال الطقس، صبرينا واش راكي؟ بخير محسن، صباح الخير ليك الاخ مصطفى، كل طاقم صباح الخير وكل مشاهدينا الكرام. اذا الاحوال راهي بخير، حتى بالنسبه لاحوال الطقس ايضا سيعود الاستقرار من جديد، هذا بعوده ارتفاع في الضغط الجوي على حوض البحر المتوسط وشمال البلاد. شهدنا يوم الامس اضطراب جوي خاصه المناطق الوسطى، بالخصوص المناطق التي تقع بشرق العاصمه اطمر بامطار بالخصوص على المناطق الشرقيه، حتى طلوش تساقطت خلال ليله اليوم على القمم الجبليه الشرقيه التي يفوق علو او يتراوح علوها بين 800 و900 متر. بالنسبه لنهار اليوم بحول الله يبقى دائما يتسرب هواء بارد على المناطق الشرقيه خاصه، هنا الاجواء ستبقى متقلبه، المناطق الشرقيه تبقى تشهد بقايا هذا الاضطراب الجوي خاصه خلال الصبيحه، ونتيجه لتسرب هواء بارد خلال ليله اليوم من المحتمل جدا أن تكون هناك بعض الثلوج على القمم الجبلية التي يفوق علوها 1000 متر. أما على المناطق الوسطى ستتناو فترات صفاء وسحب عابرة، أجواء ربيعية مشمسة على كافة المناطق الغربية، مغاشات تكون من منطقة الصورة شمال الصحراء وسط الصحراء إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي، وستتناو فترات صفاء وسحب عابرة على منطقة الواحات خاصة خلال صبيحة اليوم بإذن الله، صفاء تام من أقصى الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة القصوى ظهيرة اليوم ترتفع قليلا خاصة بالنسبة للمناطق الغربية، 20 درجة كأعلى مقياس بتلمسان، 17 بوهران، 13 بالعاصمة، 12 بعنابة، لكن دائما تبقى أجواء باردة نحو المناطق الداخلية الشرقية، مقاييس ما بين 5 درجات كأدنى حد بالأوراس إلى غاية 9 درجات بقسنطينة، جنوبا 19 منتظرة بكل من بسكرة ورقلة إلى غاية إنامناز، 17 بغردية، 21 درجة بمدينة بشار، 28 درجة بتندوف، لن تتعدى 25 بمرتفعات الهجار وتصلي، و30 سيكون كأعلى مقياس بكل من برج بجي مختار وعين قزام. أما عن حالة البحر لنهار اليوم يبقى مضطرب إلى هائج خاصة على سواحل الشرقية والوسطى، يبقى أيضا مضطرب بالنسبة لسواحل الغربية، لكن هنا الرياح تكون معتدلة، تكون ضمن تيارات شمالية شرقية تتحول إلى شمالية تماما، أحيانا شمالية غربية على سواحل الوسطى والشرقية، سرعتها من معتدلة إلى قوية نسبيا تقارب 50 كيلومتر في الساعة. أما عن وقت غروب الشمس دائما على مستوى العاصمة ودوائر سيكون بإذن الله في حوالي الساعة 6 مساء و46 دقيقة، والأجواء ستبقى مستقرة حتى بالنسبة ليوم الغد بحول الله. شكرا على المتابعة، وتني تذكير في حوالي الساعة 8. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.
على احوال الطقس مع صبرينا، ونظن صبرينا انه راكي فرحتي بزاف الناس اللي معولين يخرجوا في هذا الويكند. بالفعل خاصة بعد انتهاء الامتحانات الاختبارات تقريبا على كافة المدارس، على التلاميذ خاصة الاستمتاع نهار اليوم بخرجات او جولات نحو الحدائق، الاجواء ملائمة جدا. صحيح، وهذا هو سؤالنا اليوم صبرينا وكل مشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك، كيفاش تحبوا تجوزوا عطلة نهاية الاسبوع؟ صبرينا انت كيفاش تحبي تجوزي الويكند تاعك كي ما تكونيش خدامة؟ ولا خدامة كل ويكاند؟ تقريبا محسن، هناك حدائق، مناطق ساحلية تسخر طبعا بالشاطئ، بالنسبة للمرتفعات هناك جبال أيضا وين يكون هناك الهواء نقي. صحيح. حتى بعض المناطق الساحلية تستمتع بقربها من بعض الجبال كجبال الشريعة، هناك ولاتي كجدة. ولاتي كجدة بالفعل محسن، هواء نقي. صحيح، يعطيك صحة صابرين، احنا عاودوا نتلاقاو بك، انت طمنتين على احوال الطقس، هي فرصة انه كل عائلات يخرجوا هي نهاية الاسبوع. كما قلتي صابرين الاختبارات خلاص، وبالتالي تلاميذ اللي خدموا مليح الاولياء تاعهم ما عليهم غير يخرجوهم. انتم شاركوا معنا اللي نضتوا دخلوا لاباج تاعنا على الفيسبوك facebook.com/صباح الخير صباح الخير .tv، هذه صفحتنا على الفيسبوك، جاوبونا على سؤال اليوم كيفاش تحبوا تجوزوا عطلة نهاية الاسبوع. انتم مالكم حابين تخرجوا على بالك وتسناو في احوال الطرقات هكا باش تعرفوا واش الطريق تدوه. كما كل صبيحه حاضر معنا ومعكم الرائد شعوي العياشي في احوال الطرقات بعد الفاصل. صباح الخير مشاهدين الكرام، بالنسبة لحل شبكة الطرقات لنهار اليوم، حركة المرور على العموم عادية بكل محاور شبكة الطرقات طبعا التابعة لإقليم اختصاص البرك الوطني، باستثناء بعض المقاطع التي تعرف من حين إلى آخر بعض الاختناقات، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية أولا والأشغال المقامة على هذه المقاطع. بولاية الطرف سجلنا الطريق الوطني 84 في شطره الرابط بين ولاية الطرف وعنابة، حركة المرور مقطوعة على مستوى الجسر بقرية سيدي مبارك بلدية بن مهيدي، وهذا رجع إلى الأشغال وتحويل حركة المرور عبر الطريق اجتنابي محايد للمكان المقطوع. بولاية سبهراس كذلك الطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط بين ولاية سبهراس وولاية قلمة يعرف حركة مرور بطيئة بإقليم بلدية المشروحة بسبب أشغال توسيع الطريق. وبولاية قسنطينة لدينا طريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولاية قسنطينة وزيغود يوسف مقطوع على مستوى نفق جبل الوحش بسبب الأشغال المقاومة على مستوى النفق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 3. بولاية فتيكدا لدينا الطريق الوطني رقم 43 في شطره الرابط بين بلدية تمالوس وولاية جيجل يعرف حركة مرور بطيئة على مستوى كل من بلدية بين الويدان وبلدية عين قشرة، وهذا من على مسافة 7 كيلومتر، وبسبب أشغال طبعا وأشغال توسيع الطريق. بولاية برج بوعريريج لدينا طريق سيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولاية برج بوعريريج باتجاه ولاية صيف حركة المرور بطيئة على مستوى جسر وادي الشبور بلدية اليشير، وفي شطره كذلك الرابط بين ولاية برج بوعريريج والبويرة باتجاه الجزائر العاصمة حركة المرور بطيئة بسبب الأشغال وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس من محول الخرفان إلى غاية محول اليشير. بولاية البويرة سجلنا كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولاية البويرة وبومرداس حركة المرور به بطيئة على مستوى جسر العملاق وادي الرخام بإقليم بلدية عين طرق بسبب طبعا الأشغال على مستوى الجسر. وبولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 72 في شطره الرابط بين ولاية تيزي وزو وبلدية تيكزيرت حركة المرور بطيئة بقرية أرقاوج بلدية ماكودا، وهذا بسبب أشغال طريق أشغال التهيئة وتسيير حركة المرور باتجاه بالتناوب. بولاية بومرداس لدينا الطريق الاجتنابي في شطره الرابط بين بلدية بودوا وزيرالدا حركة المرور بطيئة على مستوى حي ولاد إبراهيم بلدية حمادي، وكذلك على مستوى جسر قرى مصطفى بلدية ولاد موسى بسبب أشغال تهيئة الطريق. بولاية الجزائر العاصمة لدينا طريق سيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولاية الجزائر وولاية البوليدة
مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى جسر بيرتوتا بسبب الأشغال إعادة تهيئة الطريق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر المسلك القادم من البوليدة إلى الجزائر. وكذلك الطريق الوطني رقم 38 في شطره الرابط بين جسر قسنطينة وقاع المتعدد الرياضات مغلق في وجه حركة المرور بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى الطريق الاجتنابي المحايد للمكان المقطوع. وبولاية البوليدة لدينا كذلك الطريق السابع الشرق غرب في شطره الرابط بين بين ولاية عين دفلة والبوليدة مغلق في وجه حركة المرور بالقرب من محول بني جماعة بلدية العفرون في اتجاه عين دفلة بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى اتجاه واحد. وبولاية عين دفلة كذلك لدينا الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلدية خميس مليانة بولاية عين دفلة والنبية مغلق في وجه حركة المرور على مستوى دوار البركة بلدية جندل ابتداء من الحجر الكيلومتري رقم 19 إلى غاية الحجر الكيلومتري رقم 20، وهذا بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور عبر مسلك ترابي محاذي للمكان المقطوع. وكذلك بولاية عين دفلة لدينا الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلدية الحسينية وبو مدفع حركة المرور بطيئة من قرية ولاد مهدي الحسينية إلى غاية بلدية بو مدفع بسبب أشغال تهيئة الطريق. بولاية شلف كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين محول الحرشون إلى محول تيبركانين باتجاه الجزائر العاصمة مغلق في وجه حركة المرور على مستوى الحجر الكيلومترية رقم 4، وهذا بسبب أشغال تهيئة الطريق وتسيير حركة المرور باتجاه المعاكس. بولاية سيدي بلعباس لدينا كذلك الطريق السريع الشرق غرب في شطره الرابط بين بلدية عين البرد وسيدي حمادوش مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى بلدية سيدي حمادوش بسبب أشغال وتسيير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وكذلك الطريق الوطني المزدوج رقم 13 في شطره الرابط بين بلدية عين البرد ومكدرة مغلق في وجه حركة المرور من الحجر الكيلومتري رقم 56 إلى غاية الحجر الكيلومتري رقم 57 من جهة واحدة بسبب الأشغال وسير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وبولاية تلمسان لدينا الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية تلمسان وسيدي بلعباس حركة المرور بطيئة على مستوى بلدية عين الحالة وهذا من الحجر الكيلومترية رقم 1063 إلى غاية الحجر الكيلومترية رقم 1070 في اتجاه سيدي بلعباس، ومن الحجر الكيلومترية رقم 1068 على مسافة 8 كيلومتر تقريبا باتجاه تلمسان، وهذا راجع إلى الأشغال صيانة الطريق وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس. إذن هذه الحالة اليومية لشبكة الطرقات. يبقى أي استفسار أو معلومة مفيدة الرقم الآخر الخاص بالدرك الوطني تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا. شكرا للرائد شعاوي العياشي. ليبقى الرقم الأخضر تبع للدرك الوطني 1055 في خدمة كل المواطنين. كذلك نشكر المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. كانت هذه أحوال الطرقات بالنسبة للمشاهدين اللي راهم معولين يخرجوا في هذا الويكاند كي اللي يبقوا معنا حتى العشرة، نضمن لهم خدمة صباحية متميزة كما كل جمعة. موعدكم مع ترات بلادي وأمين عرجان، موعدكم كذلك اليوم مع المفكرة الرياضية وياسين وتخديجات، بالإضافة إلى عالم الأنترنت في صباحكم مع يوسف يحيوم. تنساوش دايما أنه راكو تشوفوا في البرنامج اللي يشوفكم انتم تشوفون عبر الأرضية والجزائرية الثالثة، وإحنا نشوفكم عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/sabahalkhair.tv. سؤال اليوم، كيفاش تحبوا تجوزوا عطلة نهاية الأسبوع؟ هذه العطلة لكل واحد يقدر يجوزها مع العائلة تاعو مع أحبابه، كاين اللي يحبوا يجوزها في الدار، وكاين اللي يحبوا يديروا فيها سبور، هو موعد لممارسة الرياضة. وفايزة ومان كما كل جمعة حاضرة في الحركات الرياضية بعد الفاصل. اليوم رانا رايحين نحتاجوا لو باتون، هذا مكان نقوموا بالشوفمون ونقوموا بالحركه تاع اليوم اللي هي خاصه بلو فيسي، عندهم مشكل في الفيسي كسوا فام او اما لا ميم شوز. كيف يلا نبداو بالشوفمون مع بعض. نحط لو باتون، ايا نبداو بلي زيبول اي لورا
جايين حاليا اوب الو غادي يكونوا لي بغا هنايا على بالكم واش راح ندير للاباب نفس الشيء ايه ننزل لتحت هو لوبس وكتافي لتحت نعاود نطلع نفس الشيء ديال للوراء اي انش نعمل دائره غيروا لي جهه مليح الان راح نغلق يديا ونحلو فاس كروازمون دي برا خطره نجيب اليمنى الفوق خطره اليسرى الفوق ايه ونمشوا مع بعض ندلكم غير بالعقل الان نعلمكم كيفاش تمشوا في مكاننا بصح نتبع لو ريتم ميوزيكال فهمنا وكي تمشوا دائما حركوا يديكم ما كاش مشيه ويديا هكذا لازم نحرك يدي يلا نتقدموا للامام كوب حاولوا انكم تفقوا باش طيحوا في لو بون ريتم 1 2 3 اي 1 2 3 1 2 3 والرابعه دائما يديا 1 2 3 ربعه ايه يلا تعالوا 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 امام واش رانا نقومو به كامل هو لو فيتنس باش الناس تتعلم يلا ستيب تاتش ستيب تاتش هو ايكارتي فيرمي نعاودوه لكم بالعقل ايكارتي نعاود نجيب رجلي لعندي نعاود جيكارت ورجلي تجي لعندي ايكار نغلق ايكار اسرع الان هذا هو لو ستيب تاتش ستيب تاتش مع يديا فهمنا زيد راح نقوم بدوبل ستيب تاتش ايه من جهه اليسار دوبل نروح من جهه اليمين ما تنساوش تاك تاك ني ربعه الان احنا في الجنوب في الربعه في ديال الاثنين يطلعوا لفوق بدات تصعب شويه الحاله سهله سهله دوك تتعلموا زيد 1 2 3 4 2 3 4 1 اخر مره ونقعد في مكاني نياب نياب جنو جنو يلا نزل تحت روحي مليح نشد رجلي المعاكسه حاول من جبد كسلها بنان عندي غيروا لي جهه راح ننزل تحت تحت نحاول اني نطلع راسي الفوق راح نجبد العونش تاعي على الارض غير جهه نعاونو للفوق نحط لو جنو على الارض كسر روحي مليح قعد على لي تالون ونعاود نطلع ايه الان راح ناخذ لو باتون نرفد لو باتون راح نقوم بباتمون ديغيير اليوم للوراء فهمنا نجيكم على الكوتي باش تفهموا مليح يلا معايا للوراء اثنين ديروا لي بيي فليكس بيي فليكس تقدروا تشدوا لو باتون بزوج يدين وكما قلت في كل مره العدد اللي فاتوا اللي ما عندهمش لو باتون يقدروا يشدوا في الحيط ويقوموا بهذه الحركه ولا في كرسي ولا في اي حاجه اللي تقدروا تشدوا بها ليكيليبر ديالكم 7 8 9 10 زيدوا لي 10 واحد اخر 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 ثالث مره 1 2 3 وكي تخدموا دائما لو فونتر سيري ما ترخفوش روحكم خدموا اون فورس باش تكون هناك دي ريزولتا على الاخير 8 9 10 نخلي رجلي للوراء نبلي ليها مليح نجيب الجنو عندي وراح نغير جهه يلا 1 2 3 4 راح تحسوا بلي الفيسي تاعكم راهو يخدم يفاسو موسكليا 7 8 تسعة خاطر في الجسم تاعي ما كاش غير لي زابدو الناس كامل تحوس تخدم لي زابدو وتنسى لي مسكل الاخرين نو لا نخدمو كلش ما ننسى والو زيدوا لي 10 3 4 5 6 7 8 9 10 نجي الجنو عندي باش جو تير لا بارتي دو فيسي لو موسك للوراء نحاول اني نحط لو تالون هكذا نحاول اني نحطو للوراء رجل واحده مكسله واحده في العشي ونطلع الفوق نشد لو باتون عندي نميل من جهه اليسار نغير نميل من جهه اليمين نفس الشيء للامام نفس الشيء للوراء راح ننزل لتحت حطوا لي الباتون مور لا شوفي تاعكم ونجبد الجهة اللي عندي وكملنا الحركة تاع اليوم نتلاقاو ان شاء الله في العدد المقبل بحول الله الى اللقاء. يعطيك الصحة فايزة قدمتينا هذه الحركات الرياضية ويبقى دائما العقل السليم في الجسم سليم. كاين بزاف منكم مشاهدين عندهم هواية ممارسة الرياضة، الرياضة لترجع لنا بالفائدة على الجسم تاعنا وكذلك حتى على المعنويات. الواحد لما يمارس الرياضة هي بشكل أو بآخر يعني إخراج الطاقة السلبية من الدهن تاع جسم الإنسان، كذلك ربما ينسى مشاكله. الرياضة عندها فوائد كثيرة، كما كاين اللي يحبوا يمارس الرياضة كاين اللي يحبوا يتابعوا الأخبار الرياضية. احنا في صباح الخير يا جزائر لبيوا كل الأذواق ونقدموا خدمة صباحية متكاملة الكامل مشاهدينا اللي دايما أوفياء لنا ولبرنامج صباح الخير يا جزائر. نروحوا إلى آخر الأخبار الرياضية، حصاد الأسبوع الماضي وأهم مواعيد الأسبوع القادم مع ياسين وتخديجات. صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من ركن المفكرة الرياضية. توج الفريق النسوي للمجمع البترولي لكرة الطائرة بكأس الجزائر لموسم 2014-2015 بعد فوزه على جمعية ولاية بجاية بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. استفادت الجزائر من دعم ياباني أول والمتمثل في قدوم البطلة الأولمبية في دورتين أيومي تانيموتو التي أشرفت على حصتين تدريبيتين للأسبوع الفارط بقاعة حسن حرشة لفائدة المصارعين الجزائريين للفئة الشبانية منهم مصارعو المنتخب الوطني الجزائري للأواسط. تشارك الجزائر بسبع مبارزين في المرحلة الثامنة والأخيرة في هذا الموسم لكأس العالم للمسايفة في اختصاص الحسام لفئات الذكور أواسط المقرر يومي 8 و9 مارس الجاري بالقاعة البيضوية. تلقت الاتحادية موافقة على كل من الدول التالية: كولومبيا، مصر، المكسيك، بلجيكا، البنين، مالي، جنوب إفريقيا، السنغال وتونس.
اختتمت الجزائر البطولة الإفريقية للمسايفة لفئتي الأشبال والأواسط ذكور وإناث في ثلاث اختصاصات السيف الحسام والشيش من الفاتح إلى الخامس مارس بمشاركة 10 دول ممثلة ب 150 متنافس. يجري المنتخب الوطني الجزائري للجيدو رجال وسيدات تربصا تحضيريا بجمهورية التشيك من 9 إلى 18 مارس الجاري. مجموعة من المصارعين ستدخل في معسكر تدريبي لمدة 10 أيام بجمهورية التشيك، بينما يشارك مصارعون آخرون في الدورة الإفريقية بالمغرب من 12 إلى 16 مارس لجمع نقاط في الترتيب العالمي. بالنسبة لفئة الشباب يجري المنتخب الوطني التونسي للأواسط تربصا مشتركا بالجزائر رفقة المنتخب الجزائري ذكور وإناث في الفترة من 7 إلى 18 مارس، وستنظم دورة مؤهلة يوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات ببيرتوتا لاختيار الفرق الأربعة التي تشرف الألوان الوطنية خلال البطولة الإفريقية المبرمجة من 2 إلى 5 أفريل بتونس. كما سينظم ملتقى وطني للتحكيم يوم السبت ببوزريعة، حيث تم دعوة الحكام الفيدراليين للاستفادة من الرسكلة والتزود بآخر مستجدات قواعد التحكيم الدولية. تأهل المنتخبان الجزائري لكرة الطائرة لصنفي أقل من 21 سنة ذكور وأقل من 20 سنة إناث للمرحلة النهائية للمونديال عقب البطولة الإفريقية لهذا الصنف التي اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة. المنتخب الجزائري للإناث تأهل بعد فوزه على نظيره الكيني إلى مونديال قبرص من 30 جوان إلى 12 جويلية. أما المنتخب الجزائري للذكور تأهل من جهته إلى مونديال المكسيك من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل بعد فوزه على المغرب. وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على دعم توصية الاتحاد الدولي فيفا بإقامة مونديال 2022 بقطر بين نهاية نوفمبر ونهاية شهر ديسمبر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه لا يرى عوائق تهدد موسم 2022 إذا ما تم في النهاية إقرار المقترح. وسيتم انتظار القرار النهائي للجنة التنفيذية لفيفا يوم 18 و19 مارس الجاري. برمجت المديرية الفنية للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية عددا من التربصات في مختلف الاختصاصات، وذلك استعدادا للمنافسات المقبلة منها البطولات الإفريقية المبرمجة نهاية السنة، لا سيما وأنها منها مؤهلة إلى أولمبياد 2016. التربصات التي انطلقت في اختصاص الألواح الشراعية وأراكسة، من حيث أجرى المنتخب الجزائري معسكرا من 28 فبراير ويدوم إلى غاية 8 مارس. كما برمج الهيئة تربصا آخر من 4 إلى 12 مارس الجاري في اختصاص ستوندار رجال تحسبا للبطولة الإفريقية بالجزائر شهر ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2016. انعقد بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران من 2 إلى 5 مارس مؤتمر دولي حول موضوع الرياضة في العالم العربي في القرن العشرين آفاق عالمية وتحديات محلية، حيث حضر المؤتمر الدولي مشاركون جزائريون وأجانب في هذا الحدث الرامي أساسا إلى تقييم التطورات العلمية المرتبطة بالرياضة في العالم وبالأخص في البلدان العربية. التحق اتحاد الجزائر بمولودية العلمة وفاق صيف في الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. أما فريق مولودية الجزائر فقد أقصي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حين تأهل الممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة جمعية تشلف إلى الدور 16 من المنافسة، حيث سيواجه نادي حرويا كوناري الغيني ذهبا ما بين 13 و15 مارس وإيابا ما بين 3 و5 أفريل. تعاقد فريق شباب قسنطينة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس مع المدرب عبد القادر يعيش المدرب السابق لاتحاد الحراش على عقد لمدة 18 شهرا خلفا لرشيد بالحوت. يا
لعشاق كرة القدم يمكنكم متابعة مقابلتين من الجولة 22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بليس اليوم الجمعة وغدا السبت على شاشة التلفزيون الجزائري وعلى المباشر. مقابلة اليوم الجمعة 6 مارس تجمع شبيبة القبائل بمولودية العلمة على الساعة 3 مساء بتيزي وزو، ويبثها التلفزيون الجزائري مباشرة على القناة 4 الأمازيغية. المقابلة الثانية غدا السبت 7 مارس تجمع شباب قسنطينة بمولودية بجاية على الساعة 4 مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ويبثها التلفزيون الجزائري مباشرة على الجزائرية الثالثة. تألق المهاجم الجزائري للنجم الساحلي للرابطة التونسية الأولى لكرة القدم بغداد بونجاح يوم الأحد الفارط بتسجيله لهدفي فريقه أمام النادي الإفريقي بنتيجة هدفين مقابل هدف. ومن المتوقع أن يتم استدعاء بونجاح لصفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي سيشارك في دورة الدوحة بخوضه مباراتين وديتين ضد قطر في 26 مارس وضد عمان في 30 مارس الجاري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من ركن المفكرة الرياضية. أضرب لكم موعدا يوم الثلاثاء بأخبار ومواعيد جديدة. جمعة مباركة، طاب يومكم، سلام. شكرا ياسين، وتخديجات نشيط دائما اللي عودتنا انك تحصدنا كل الاخبار الرياضيه وتقدمنا مواعيد الاسبوع القادم فيما يخص كل الرياضات. انا حنقدم لكم الان كل ما يتعلق بالمواعيد الثقافيه خاصه هاد نهايه الاسبوع. انتم اللي راكم تشوفوا فينا وتحبوا السينما، يتم عرض الفيلم السينمائي يما للمخرجة جميلة صحراوي بمعدل 3 حصص في اليوم على الزوج على الخمسة وعلى الثمانية بقاعة المقار من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام بمساهمة التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية وتحت إشراف وزارة الثقافة. بالنسبة للأطفال اللي راهم يشوفوا فينا قلنا باللي يكملوا الاختبارات تاعهم يقدروا يروحوا يشوفوا مسرحية السلحفات الذكية لجمعية البسمة من مستغانم اليوم على 10 بقاعة المقار، ونفس المسرحية حتتعاود بقاعة الأطلس العشية على 3. نروحوا إلى ما يخص اليوم العالمي للمرأة. يوم الأحد حيصادف اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وبهذه المناسبة أكيد العديد من النشاطات الثقافية والفنية حتكون كثيرة لإحياء هذا اليوم العالمي، من بينها حفل فني حيكون مع الفنان رابح حصمة بقاعة الأطلس على 3 تاع العشية، وبقاعة المقار كاين حفل مع الفنان سمير تومي على 3 تاع العشية، كذلك بقاعة حرش حسن الموعد كما كل عام حيكون مع شاب يزيد اللي حيكون ضيفنا وضيفكم اليوم في صباح الخير يا جزائر. ونذكركم أنه بقصر المعارض يتواصل الصالون الدولي للمرأة في طبعته 11. احنا نكملوا معكم دايما في شهر مارس، بالإضافة إلى هذا اليوم العالمي للمرأة هناك مناسبات وطنية أخرى وعالمية، من بيناتها أكيد يوم 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوم 19 مارس هو اليوم الوطني أو عيد النصر. كذلك شهر مارس في الجزائر هو شهر الشهداء، لهذا في برنامج صباح الخير يا جزائر أكيد خلال شهر مارس ومع طاقم التحرير راح تابعوا العديد من البورتريهات لشهيدات وشهداء الجزائر. اليوم عندنا وقفة مع شهيد من شهداء الجزائر هو شهيد ديدوش مراد، لي معروف عليه أنه عاش 78 يوم من الثورة، يعني منذ انطلاق الثورة في 1 نوفمبر 54 عاش بعدها 78 يوم، استشهد يوم 18 جونفي 1955. تفاصيل أكثر مع طاهر حليس. ثورة نوفمبر، ثورة القرن العشرين، هذه الثورة التي غيرت مجرى التاريخ، تاريخ الجزائر الحديث، ورمت بفرنسا الاستعمارية إلى ما وراء البحار. ثورة
تميزت بفكرها، نضالها، رجالها الذين خططوا لها ففجروها. فمن بين الأبطال الأوائل الشهيد ديدوش مراد المدعو سي عبد القادر. ولد مراد في 14 من جويلية سنة 27 900 ألف بهذا الحي بالمرادية الجزائر. دخل الكتاتيب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وتحصل على الشهادة الأهلية سنة 42، والتحق بعدها بالثانوية كما كان ينشط في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية. تميزت شخصيته بالتفوق في الدراسة وحبه للتاريخ، كما كان يمقت الاستعمار، فتولدت لديه الرغبة في الانتقام والثأر لأبناء شعبه. لذلك انضم مبكرا إلى صفوف حزب الشعب الجزائري سنة 44، وبعد سنتين أصبح مسؤولا على أحياء المرادية المدنية وبير مراد رايس. كان مراد من أبرز شباب الحركة الوطنية بالعاصمة، فلقد أشرف مع محمد بالوزداد على مظاهرات 1 ماي 45. ديدوش مراد كان من شباب حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذين أنشأوا المنظمة الخاصة سنة 47 900 ألف، كان تنظيما ثوريا برئاسة محمد بالوزداد، كما كان ينشط سريا على مستوى العاصمة. فجند الكثير من الشباب داخل المنظمة الخاصة، ولما اكتشفت المنظمة الخاصة في 18 مارس سنة 50 900 ألف، أصدرت السلطات الفرنسية في حقه حكما غيابيا ب10 سنوات سجن. ظل مراد متخفيا وينتقل بين المدن الجزائرية إلى أن استقر به المقام بقسنطينة، هذه المدينة التي احتضنته مع رفيقه محمد بوضياف وبعض رفقائه من المنظمة الخاصة. وفي سنة 54، وبعد أن حدثت أزمة حزب الشعب، قرر مع رفقائه من المنظمة إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ثم شارك في اجتماع مجموعة 22 المنعقد في جوان هنا بهذا المنزل بأعالي العاصمة، وانبثق عن مجموعة 22 أول مجلس للثورة، فكان ديدوش مراد أحد أعضاء هذا المجلس. وبعد اجتماع مجموعة 6 قسمت البلاد إلى 5 مناطق، فكان ديدوش مراد قائدا للمنطقة الثانية الشمال القسنطيني. كما ساهم مراد في تحرير بيان 1 نوفمبر 54، ويشهد الرفقاء أن ديدوش مراد بحنكته السياسية وذكائه وحبه للوطن وللاستقلال استطاع أن يرسي دعائم منظمة سياسية عسكرية بكل المعايير بالمنطقة الثانية مع نائبه الشهيد زغود يوسف، فكانت كتائب جيش التحرير بالمنطقة الثانية. وفي 18 جون في سنة 55 يسقط الشهيد ديدوش مراد بميدان الشرف هنا بهذه المنطقة بعد معركة كبيرة قادها مع رفقائه، وبذلك يستشهد أول قائد منطقة في ساحة الشرف. كان هذا كل ما يتعلق بالشهيد ديدوش مراد في ركن شهر الشهداء اللي هو شهر مارس. 1.5 مليون رحمة تنزل على شهيدات وشهداء الجزائر، خاصة أنه هذا العام الجزائر تحيي الذكرى 60 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. رانا في شهر مارس كما قلت لي فيه العديد من الأيام الوطنية والعالمية، أبرزها يوم 19 مارس اللي حيكون عيد النصر، كذلك
بعد يومين فقط هو 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. أنت وجو الكامل أوانس والسيدات اللي راهم يشوفوا دوك في صباح الخير يا جزائر، نحيوهم ونهنيوهم بهذا المناسبة. 14 مارس حيكون اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، في حين 16 مارس حيكون اليوم العالمي لحماية المستهلك، يوم 22 مارس حيكون اليوم العالمي للمياه، ويوم 26 مارس حيكون اليوم العالمي للمسرح، 27 مارس حيكون اليوم العالمي للأمراض العقلية، و 28 مارس اليوم العالمي للأعمال التقليدية. وما تقولوا ليش باللي نسيت تاريخ، على بالي كامل تعرفوه، هو يوم 21 مارس هو أول أيام الربيع، وكذلك هو عيد الشجرة، شجرة كذلك عندها حيز هو من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، خاصة فيما يخص الفلاحة والأرض. أحمد معاش كل مرة يدينا إلى زراعة نوع من أنواع الفواكه أو الخضر، ربما فواكه نعرفوها في الصيف نهضروا عليها نولوها كما العنب، لكن ما يخفاش عليكم مشاهدينا بلي من الآن الفلاحين يبدأوا التحضير لزراعتها وكذلك لتلقيمها. رح نتعرفوا على كل تفاصيل زراعة الكروم مع أحمد معاش بعد الفاصل. يشهد قطاع الفلاحة ببومرداس خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية سمحت للولاية باسترجاع مكانتها، خاصة بعد تبني نظام الإرشاد الفلاحي وسياسة الدعم التي سطرتها الدولة بجميع ولايات الوطن. الفلاحة عموما وزراعة الكروم خصوصا عرفت تطورا ملحوظا كما ونوعا في السنوات الأخيرة. منتوج العنب يحتاج إلى مراحل عديدة أجازها لنا العم محمد عند زيارتنا له بمزرعته. عندنا المرحلة الأولى الحرث، ومن بعد نديرو نزرعو الأسميدة، ومن بعد مور الأسميدة الزبير نزبروها، ومور الزبير نديرو لها البرجون، نديرو لها الديسوسي، ومن بعد نديرو لها البرجون، ومن البرجون نزيد نعاودو لها الرباط نتاعها نديرو لها نربطوها، ومور الرباط دواء داووها وسقوها حتى تلحق المرحلة من دوم أكتوبر حتى أوت، لا يبدا يطيب يبدا تثمر يطيب الثمر تاعها. العم محمد يشتغل ويشغل معه عشرات الشباب، إرادة وعزيمة حولت أراضي بور إلى جنة خضراء. نوض الصبح منين نوض على الفجر حتى دوكا نخدموا ما نحسوش نوض على الفجر، قسما نلحقوا لهنا نلحقوا على ثمانية، على كل حي كاين اللي يجي من بعيد كاين اللي يجي الآخر، على الوحدة نحبسوا. هذا الأرض هذه في الأولى هذه ما كنتوش، ما كانت لا شجرة لا حجرة لا والو، كانت أرض هكذا جردة، والحمد لله بصواعب الجماعة يعني على كل حال وصواعب تاع الفلاحين الحمد لله أنا قلبناها يعني للتثمر يعني ولا الحمد لله يعني الناس راهم يخدموا الناس والإنتاج كاين الحمد لله. الشباب إن شاء الله عليك يا ربي يا شباب اللي راكم تسمعوا روحوا تخدموا في الفلاحة، راه الخدمة راهي موجودة وهي تخدموا وما سلكم غير الفلاحة، ما كان حتى ما مسلك واحد آخر. نظام الإرشاد الفلاحي له وقعه الخاص بهذه الولاية التي تحتل المراتب الأولى على مستوى الوطن في أشجار الكروم، والسلطات تعنى بالفلاحة عموما من خلال سياساتها المنتهجة منذ عقود. الغرفة الفلاحية ومديرية مصالح الفلاحية زادت عطت أهمية للناس هذو باسكو دخلوا يعني فلاحين بزاف للميدان هذا تاع الغرسة تاع الدليا، لازم لهم إرشادات وميدانيا ثم كونا يعني لجان تقنية وعلمية في الغرفة الفلاحية عاد تخرج ميدانيا اللي عندهم وتتعلم ما توري لهم الناس اللي جابوا نقولوا نوعية جديدة اللي ما كانتش عندنا ما يعرفوا لهاش كيف يوصلنا بفضل تقنيات من عند الغرفة الفلاحية مديرية مصالح الفلاحية يعاونوهم. الحمد لله النتيجة راهي بانت ميدانيا، رانا نبعثوا لهم ليجان هذو يكونوهم في كل اخرى سواء في لاطاي تاع الزبير هذا ولا تاع تربيه الدواجن
ولا تربيه النحل، رانا نبعثوهم يوميا دايرين معاهم كونفونسيون. هاد الاخرين ونشكرهم باسكو راهم يروحوا الفلاحين وكيجوا لعندنا نعاودوا نعيطوا لهم نشوفوا يعني صح الا راهم يدوا دروس تما ولا لقيناهم لاباس بهم. فما على الفلاح الا ان يشمر على ذراعيه، فالارض تعطي لمن يخدمها كل الخيرات. شكرا لأحمد معاش، كان هذا فيما يتعلق بتلقيم الكروم، كان زار هذا المزرعة اللي جاية في بومرداس. أكيد الفلاحين يهتموا بالأرض تاعهم ويحبوا يتعرفوا في كل مرة على أحوال الطقس لأنها تأثر على الزراعة تاعهم. احنا من خلال صباح الخير يا جزائر في كل مرة نقدم لكم توقعات أحوال الطقس. وصبرينا حاضرة معنا من جديد، صبرينا مرحبا من جديد. صباح الخير من جديد محسن مصطفى ولكل مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل محسن النهار اليوم الأمور ستتحسن مقارنة بيوم الأمس، حيث شاهدنا اضطراب جوي كان نشيط خاصة على المناطق التي تقع بشرق العاصمة. طلوج أيضا كانت في الموعد خلال ليلة الأمس على القمم الجبلية التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر. نهار اليوم أو ليلة اليوم أيضا الطلوج ستتساقط قليلا نحو القمم الجبلية التي يفوق علوها 1000 متر هذه المرة، لكن على العموم الأجواء ستتحسن تدريجيا. بالنسبة للمناطق الشرقية تبقى تشهد خلال صبيحة اليوم بقايا بعض الأمطار ثم تزول تدريجيا. بالنسبة للمناطق الوسطى ستتناوب فترات صفاء وسحب عابرة بدون فعالية، أما على المناطق الغربية الأجواء ستكون ربيعية. المناطق أو السواحل الشرقية أيضا ستشهد رياح قوية نسبيا تصل أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة. أجواء مغشاة بسحب من النوع العالي بدون فعالية ستميز كل من شمال الصحراء وسط الصحراء منطقة الواحات إلى غاية الجنوب الشرقي، لكن تطاير الرمال سيكون بكثرة بمعظم المناطق الجنوبية خاصة بوسط الصحراء أقصى الجنوب وشمال الصحراء أين الرياح ستكون قوية نسبيا. إذا الرؤية ستكون رديئة محليا. أما عن الحرارة القصوى سترتفع نهار اليوم ولو قليلا تصل إلى غاية 20 درجة بالنسبة لتلمسان، 17 بوهران، 13 بالعاصمة، 12 بسكيكدا عنابة. بالنسبة للمناطق الشرقية نظرا دائما للتسرب هواء بارد لن تتعدى 5 درجات بباتنا، 9 بقسنطينة. مقاييس ما بين 17 إلى 19 درجة من شمال الصحراء إلى غاية منطقة الواحات، 20 درجة بالمنيعة، 21 درجة ببشار، 28 درجة بتندوف، وترتفع ببرج بجي مختار وعين قزام لتقرب 30 درجة، وهذا سيكون كأعلى مقياس. أما عن حالة البحر لنهار اليوم يبقى مضطرب تقريبا على كافة السواحل، رياح شمالية شرقية على السواحل الغربية تكون معتدلة قوية من معتدلة إلى قوية نسبيا، على السواحل الوسطى والشرقية تكون من شمالية تماما إلى شمالية غربية. أما عن وقت غروب الشمس دائما على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 مساء و46 دقيقة، ويبقى دائما عنوان مصلحة الأرصاد الجوية في خدمتكم. حتى بالنسبة ليوم الغد بحول الله سنبقى نستمتع بأجواء صحوة وربيعية إن شاء الله. هذا الشيء اللي نتمناه أكيد صبرينا، يعطيك الصحة، تعرفنا معك على أحوال الطقس لنهار اليوم وكذلك بالنسبة للغد بحول الله. أنا ما يفوتنيش صبرينا نهنيك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. شكرا يوسف ومحسن، عفوا خلاص كي قلتي يوسف شوفي صابرين انا كنت حنمد لك كادو كي قلتي يوسف، دونك يوسف هو اللي حيمد لك الهديه على حد الشهر. لا لا تحيه ليك والاخ يوسف، بالنسبه لك تحيه تقدير واحياء لكل النساء الجزائريات ونساء العربيات اللي ساهموا في تطور المجتمع. صحيح، وحتى لرمي ربي والنساء الماكتات بالبيوت يقمن بدور هام جدا وهو تربية الأولاد. صحيح مكتب. صحيح، المرأة في كل مكان تشغله أكيد عندها دور كبير. يعطيك صحة صابرينا، نتمنى لك كل التوفيق في حياتك وكذلك في العمل تاعك. ننضم صوتي لصوت صابرينا لأنه كذلك ربات البيوت عندهم دور كبير، ربما احنا في كل مرة في مثل هذه المناسبات نحييو أكيد المرأة العاملة اللي ربما المرأة اليوم دخلت لكل المجالات
ما شاء الله جنب إلى جنب مع الرجل، لكن يبقى دور المرأة هو كبير في تربية النشء، لأنه الأطفال تاع اليوم هم شباب الغد بحول الله. تحية كبيرة لكل سيدات اللي يشوفوا فينا ربما ما يوجدوا في الفطور، ونظن أنه سيدات بالعادة بالجمعة يديروا طعام، وهذا الشيء اللي رانا نقراوه في تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/sabahalkhair.ontv. كيفاش تجوزوا عطلة نهاية الأسبوع؟ راح نقرأ تعليقاتكم بعد ما نروحوا، مدام تعرفنا على أحوال الجو لازم تعرفوا على أحوال البر، كذلك أحوال الطرقات دائما مع الرائد الشعوي العياشي بعد الفاصل. صباح الخير مشاهدين الكرام. بالنسبة للحالة حل شبكة الطرقات لنهار اليوم، حركة المرور على العموم عادية بكل محاور شبكة الطرقات طبعا التابعة لإقليم اختصاص البرك الوطني، باستثناء بعض المقاطع التي تعرف من حين إلى آخر بعض الاختناقات، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية أولا والأشغال المقامة على هذه المقاطع. بولاية الطرف سجلنا الطريق الوطني 84 في شطرها الرابط بين ولاية الطرف وعنابة، حركة المرور مقطوعة على مستوى الجسر بقرية سيدي مبارك بلدية بن مهيبي، وهذا راجع إلى الأشغال وتحويل حركة المرور عبر الطريق الاجتنابي محايد للمكان المقطوع. بولاية سبهراس كذلك الطريق الوطني رقم 16 في شطرها الرابط بين ولاية سبهراس وولاية قانمة يعرف حركة مرور بطيئة بإقليم بلدية المشروحة بسبب أشغال توسيع الطريق. وبولاية قسنطينة لدينا طريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية قسنطينة وزيغوب يوسف مقطوع على مستوى نفق جبل الوحش بسبب الأشغال المقاومة على مستوى النفق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 3. بولاية سكيكدا لدينا الطريق الوطني رقم 43 في شطرها الرابط بين بلدية تمالوس وولاية جيجل يعرف حركة مرور بطيئة على مستوى كل من بلدية بين الويدان وبلدية عين قشرة، وهذا من على مسافة 7 كيلومتر، وبسبب الأشغال طبعا وأشغال توسيع الطريق. بولاية برج بوعريريج لدينا طريق سيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية برج بوعريريج باتجاه ولاية صيف حركة المرور بطيئة على مستوى جسر وادي الشبور بلدية اليشير، وفي شطره كذلك الرابط بين ولاية برج بوعريريج والبويرة باتجاه الجزائر العاصمة حركة المرور بطيئة بسبب الأشغال وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس من محول الخرفان إلى غاية محول اليشير. بولاية البويرة سجلنا كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وبومرداس حركة المرور به بطيئة على مستوى جسر العملاق وادي الرخام بإقليم بلدية عين طرق بسبب طبعا الأشغال على مستوى الجسر. وبولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 72 في شطرها الرابط بين ولاية تيزي وزو وبلدية تيكزيرت حركة المرور بطيئة بقرية أرقاوج بلدية ماكودا، وهذا بسبب أشغال طريق أشغال التهيئة وتسيير حركة المرور باتجاه بتناوب. بولاية بومرداس لدينا الطريق الاجتنابي في شطرها الرابط بين بلدية بودوا وزيرالدا حركة المرور بطيئة على مستوى حي ولاد إبراهيم بلدية حمادي، وكذلك على مستوى جسر قرى مصطفى بلدية ولاد موسى بسبب أشغال تهيئة الطريق. بولاية الجزائر العاصمة لدينا طريق سيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية الجزائر وولاية البوليدة مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى جسر بيرتوتا بسبب الأشغال إعادة تهيئة الطريق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر المسلك القادم من البوليدة إلى الجزائر. وكذلك الطريق الوطني رقم 38 في شطرها الرابط بين جسر قسنطينة وقاع المتعدد الرياضات مغلق في وجه حركة المرور بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى الطريق الاجتنابي المحايد للمكان المقطوع. وبولاية البوليدة لدينا كذلك الطريق السابع الشرق غرب في شطرها الرابط بين بين ولاية عين الدفلة والبوليدة مغلق في وجه حركة المرور بالقرب من محول بني جماعة بلدية العفرون في اتجاه عين الدفلة بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى اتجاه واحد. وبولاية عين الدفلة كذلك لدينا الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلة والمدية مغلق في وجه حركة المرور على مستوى دوار البركة
بلدية جندل ابتداء من الحجر الكيلومتري رقم 19 إلى غاية الحجر الكيلومتري رقم 20، وهذا بسبب الأشغال حيث تم تحويل حركة المرور عبر مسلك ترابي محاذي للمكان المقطوع. وكذلك بولاية عين دفلة لدينا الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين بلدية الحسينية وبومدفع، حركة المرور بطيئة من قرية ولاد مهدي الحسينية إلى غاية بلدية بومدفع بسبب أشغال تهيئة الطريق. بولاية شلف كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين محول الحرشون إلى محول تيبركانين باتجاه الجزائر العاصمة مغلق في وجه حركة المرور على مستوى الحجر الكيلومتري رقم 4، وهذا بسبب أشغال تهيئة الطريق وتسيير حركة المرور باتجاه المعاكس. بولاية سيدي بلعباس لدينا كذلك الطريق السريع الشرق غرب في شطرها الرابط بين بلدية عين البرد وسيدي حمادوش مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى بلدية سيدي حمادوش بسبب أشغال وتسيير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وكذلك الطريق الوطني المزدوج رقم 13 في شطرها الرابط بين بلدية عين البرد ومكدرة مغلق في وجه حركة المرور من الحجر الكيلومتري رقم 56 إلى غاية الحجر الكيلومتري رقم 57 من جهة واحدة بسبب الأشغال وتسيير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وبولاية تلمسان لدينا الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية تلمسان وسيدي بلعباس حركة المرور بطيئة على مستوى بلدية عين الحالة وهذا من الحجر الكيلومتري رقم 1063 إلى غاية الحجر الكيلومتري رقم 1070 في اتجاه سيدي بلعباس، ومن الحجر الكيلومتري رقم 1068 على مسافة 8 كيلومتر تقريبا باتجاه تلمسان، وهذا راجع إلى الأشغال صيانة الطريق وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس. إذن هذه الحالة اليومية لشبكة الطرقات. يبقى أي استفسار أو معلومة مفيدة الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا. وحنا أكيد نضموا صوتنا صوت الرائد الشعوي العياشي، نتمناو السلامة المرورية لكل مشاهدينا اللي راهم خارجين دوك، نقول لهم طريق سلامة إن شاء الله، خاصة أنه إجماع في صفحتنا في الفيسبوك أنه كل اللي راهم معنا أجمعوا أنه نهاية الأسبوع هي فرصة لزيارة الأهل والأقارب اللي راكم خارجين باش تروحوا تزوروا الأهل تاعكم والأحباب تاعكم، نتمنى لكم طريق سلامة. أنتم اللي راكم باقيين معنا مازال كثير في برنامج صباح الخير يا جزائر. أكيد نقرأ بعد التعليقات. عندنا شيماء تقول عطلة الأسبوع يعني هناك كثير من الانشغالات، أولا عبادة الله اليوم الجمعة، وفي العشية ذهاب مع الصغار إلى مكان نجد فيه الراحة كالحدائق أو المعارض. عندنا لونيس كذلك قال يذهب لزيارة الأحباب. عندنا نونو تحب زيارة المتاحف. عدنا الكثير من التعليقات في صفحتنا اللي هي facebook.com/sabahalkhair.tv، تقدروا تشاركوا معنا بأرائكم ملاحظاتكم وكذلك حتى الانتقادات تاعكم على شلالة. عدنا هزار حجي تقول لك نهاية الأسبوع هي فرصة لزيارة الأهل والأصدقاء كما ناس زمان، في كل مرة احنا نتوحشوا العدد تاع زمان، نتوحشوا على كل حاجة يعني فات وقتها ونحسوا بالحنين. الحنين حاضر معنا كما كل جمعة من خلال فقرة وين نتذكروا برنامج من برامج تلفزيون الجزائري، مسلسل، فيلم، سكاتش وحتى الرسوم المتحركة. أكيد ناس تاع الجيل تاعنا دوك كانوا شافوا رسوم متحركه في وقت فات، اكيد يتذكروا النسر الذهبي او بيبيرو. نتفكروا كيف بعد الفاصل. اجمعين صالح النجاح
هيا انطلق وبدد الغيوم، انطلق هيا انطلق ببيروت ببيروت. تحت سماء ملبدة بالغيوم السوداء تابع بيبيرو وأصحابه رحلتهم الطويلة، وبالرغم من أن كان استعادت ذاكرتها تبقى مدينة الإلدورادو بعيدة كل البعد، كما أنه مضت فترة طويلة لم يسمع خلالها أصدقاؤنا عن النسر الذهبي، ولكنهم التقوا خلالها بالحصان الأبيض العجيب. حصان أبيض، يا له من حصان قوي. الجياد كانت لهذا الرجل، وهذا الحصان الأبيض لمن هو؟ يبدو وكأنه حصان بري، لذلك لم يرجع مع الآخرين. إنه قوي جدا، أنا أحب الخيول البيضاء. لقد اختفى. الأفضل أن نتابع السير قبل أن تمطر من جديد. الرسوم المتحركة نجدد تحية لكل مشاهدينا، ربما اللي هدونا نقول لهم باللي فاتكم الكثير ولا يزال كثير في برنامج صباح الخير يا جزائر على القناة الأرضية والجزائرية الثالثة. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامجكم. احنا نشوفكم من خلال صفحتنا وانتم تشوفونا من خلال الشاشة، وأكيد راح نبقاو في كل ما هو قديم، لأنه المثل تاعنا الجزائري يقول الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه، وهذا أكيد المثل ينطبق على ركن تراث بلادي. بعد الفاصل. تراث بلادي دائما مع أمينة عرجان. مرحبا بك أمينة، صباح الخير. صباح الخير محسن، واش راك؟ الحمد لله، وانت لاباس؟ الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا لركن تراث بلادي. محسن، كما عودنا مشاهدينا في كل مره انه نتحدثوا على حاجه من تراث بلادي، اليوم راح نتكلموا على تاريخ بلادنا العريق الذي صنعه رجال ونساء. وبما انه المناسبه محسن هي مناسبتين، المناسبه الاولى هو شهر مارس اللي هو شهر الشهداء، والمناسبة الثانية هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وباليوم العالمي للمرأة. وعلى هذا الأساس ارتأينا مشاهدين أن نسلط الضوء على بطلة من بطلات الجزائر، ألا وهي المقاومة الشعبية ليلى فاطمة سومر التي وقفت الند للند ضد المستعمر الفرنسي الغاشم. ليلى فاطمة سومر في هذه الورقة مشاهدينا. فاطمة سومر اسمها الحقيقي هو فاطمة سيد أحمد،
ولدت في ورجة قرب عين الحمام حوالي سنة 1830 من أبرز وجوه المقاومة الشعبية الجزائرية في بداية الغزو الاستعماري الفرنسي بالجزائر. هي من أسرة تنتمي إلى الطريقة الرحمانية محمد بن عيسى مقدم زاوية الشيخ سيد أحمد أم زيان شيخ وأمها للا خديجة، وقد نشأت نشأة دينية وكان لها أربعة إخوة أكبرهم يسمى الطاهر. تأثرت للا فاطمة السومر بأخيها الذي ألم بمختلف العلوم الدينية مما أهله لأن يصبح مقدماً للزاوية الرحمانية في المنطقة، وأخذت منه فاطمة مختلف العلوم الدينية ذاع صيتها في جميع أنحاء القبائل. شاركت للا فاطمة السومر مع الزعيم الجزائري المقاوم أبي بغلة المسمى محمد بن عبد الله دفاعا عن منطقة جرجرة، فشارك معا في معارك عديدة. اشتركت فاطمة في معركة 18 يوليو 1854 التي هزم فيها الفرنسيون وانسحبوا مخلفين أكثر من 800 قتيل منهم 25 ضابطا. جند الجنرال الفرنسي روندون جيشا سنة 1857 واتجه صوب قرية أيتسورك حيث تتمركز قوات فاطمة السومر المتكونة من جيش من المتطوعين قوامه 7000 رجل وعدد من النساء، وقد قتلت عددا كبيرا من الجنود الفرنسيين. عليها المؤرخ الفرنسي لوي ماسينيون لقب جان دارك جرجرة تشبيها لها بالبطلة القومية الفرنسية جان دارك، غير أنها كانت ترفض ذلك اللقب مفضلة لقب خولة جرجرة نسبة إلى خولة بنت الأزور المجاهدة المسلمة. وضعت فاطمة في سجن السر بالعساوية بتبلاط تحت حراسة مشددة، وقد توفيت في سبتمبر عام 1863 عن عمر ناهز 33 سنة بسبب مرض عضال تسبب في شللها. هي امرأة ليست ككل النساء، استبسلت في مقاومة العدو بوقوفها له الند للند دفاعا عن الوطن، مسجلة اسمها بأحرف من ذهب في سجل المقاومة الشعبية. يعطيك صحة أمينة، أنت بنت اليوم حكيتي على واحدة من سيدات الأمس المقاومة والبطلة والمجاهدة للا فاطمة السومر، حابين تحكينا أكثر عليها أمينة؟ نعم محسن، للا فاطمة السومر هذه المقاومة المناضلة الشعبية التي نشأت وترعرعت من أسرة دينية ومحافظة، والتي برهنت للشعب لشعوب العالم بأن المقاومة أو المقاومة الجزائرية ليست حكرا على النساء فقط على الرجال فقط، بل امتدت إلى هؤلاء النساء الذين صنعوا أمجاد الجزائر، والتي لطالما تميزت بالشجاعة والكفاح والذكاء والحنكة في إدارة المعارك، وهي التي واجهت عشرات الجنرالات من قادة جيوش فرنسا فلقنتهم دروسا في البطولة والفروسية،
وقد كانت قد انتصرت عليهم في العديد من المعارك. وما يغفلكمش مشاهدينا انه لالا فاطمة السومر التي تغنى بها العديد من الشعراء على غرار مفدي زكريا وغيرهم كذلك من الشعراء، والتي كانت أيضا محل اهتمام العديد من المؤرخين الفرنسيين، إذ لقبها المستعمر الفرنسي بجان دارك تشبيها لها بالبطلة القومية الفرنسية جان دارك، غير أنها كانت ترفض هذا الاسم مفضلة اسم خولة بنت جرجرة جرجرة، اللي هي خولة جرجرة نسبة إلى خولة بنت الأزرق المجاهدة المسلمة. كما أننا مشاهدين لا نستطيع أن نمر مرور الكرام دون أن نعرج إلى الفيلم السينمائي الجديد الذي رأى النور مؤخرا للمخرج بالقاسم حجاج، والذي يكشف لنا من خلاله السيرة الذاتية والتاريخية للالا فاطمة السومر، والذي أنتجته الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي بدعم من وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، والذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف الجمهور الجزائري ومن طرف النقاد السينمائيين. كما لا يفوتني محسن أن أذكر مشاهدينا أنه يشارك حاليا فيلم لالا فاطمة السومر للمخرج أقول بالقاسم حجاج ضمن المنافسة الرسمية لطبعة 24 لمهرجان فيسباكو بواغادوغو ببوركينا فاسو في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير إلى غاية 9 مارس القادمين. فيلم لالا فاطمة السومر 120 دقيقة، الذي يروي قصة هذه البطلة فاطمة السيد أحمد المعروفة بلالا فاطمة السومر، التي تحدت العقائد البالية السائدة في المجتمع الأمازيغي في الفترة الممتدة ما بين 1847 و1857. في الأخير محسن نقول أنه قدما تكلمنا على لالا فاطمة السومر، جميلة بوحيرد وحاسبة بن بوعلي، لن نستطيع أن نعطيهم حقهم من التعريف لأنهم يستحقون الكثير والكثير. إذن فتحية شكر عرفان وتقدير لمجاهداتنا وبطلاتنا، لأنهم من خيرة هذا الجيل، وبفضلهم نحن ننعم اليوم بالحرية، وننعم اليوم بجزائر آمنة حرة ومستقلة، ونعيش اليوم في أمان واستقرار. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية ركن تراث بلادي لنهار اليوم. موعدي بكم يتجدد يوم الجمعة المقبل، وعودة لك زميلي محسن. أنتك صحة أمينة، أكيد فقرة تراث بلادي كيفتها حسب المناسبتين، شهر الشهداء وكذلك اليوم العالمي للمرأة. خيرتي شخصية واسم مرأة جزائرية بأتم معنى الكلمة لالا فاطمة السومر. كنت حكيتي أمينة على الفيلم اللي قام بإخراجه المخرج بالقاسم حجاج، ونذكر أنه قبل الفيلم التلفزيون الجزائري في إنتاج مشترك جزائري سوري كان أنتج مسلسل عذراء الجبل، كذلك يروي قصة لالا فاطمة السومر. مؤخرا الفيلم تحدثت عليها أمينة اللي هو خاص بلالا فاطمة السومر، وهد مثل هذه الأفلام أكيد توصل حكاية هذا الجيل اللي سبقنا، الجيل تاع دوك والجيل تاع المستقبل، لأنه ما عندوش تاريخ، ما عندوش حاضر، وما عندوش مستقبل. الجزائر تاع الأمس اللي هما ضحوا بالنفس والنفيس باش حنا نعيشوا اليوم، وباش تبقى الجزائر دائما واقفة إلى الأبد. الجزائر للأبد هو كذلك فيلم سينمائي جديد، البارح كان العرض الشرفي تاعو، نقدم لكم بعض اللقطات، لأنه غدوة إن شاء الله الحديث حيكون أكثر تفاصيل عن هذا الفيلم الجزائر للأبد. أنا حوس على خدمة هذا وين تخطوا فيه؟ على قالك تشغل شباب هنا يا ما نخسر معانو معليش. مرحبا بيك وفرام. هنا دوك تشوف هنا عائلة واحدة. جميل. جواد. سالي سليمان. تلواني. Je veux cette boîte. Vous avez volé notre pays. On est parti comme des chiens. On revient comme des lions. Le boss veut son fric. Drogue, on a voulu une désirée. Oui, c'est important de monsieur important. Rien ne m'empêchera de réaliser notre projet. Ni toi, ni personne. L'heure de la revanche a sonné. On change de stratégie. On passe de la neige à la poudre. مون رابورت تاعك على سليمان. الكوبيرت تاعي راحت، فقولي شكون انا. ما
دانجورو. رايك وجدت عن كوب كبير بزاف. Mike Tyson that team immune at that. Back off, my friend, back off. لقطات شفتوها حصريا على شاشة التلفزيون الجزائري من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، الفيلم واسمه الجزائر للأبد. البارح كان العرض الشرفي وقريبا في دور السينما الجزائري. أكيد مواعيد عرض هذا الفيلم راح نقدمها لكم من خلال فقرتنا وأركنا. من بين فقرات البرنامج في نهاية الأسبوع ضيف الأسبوع، نتعرفوا على ضيفتنا وضيفتكم بعد الفاصل. فتصبح مشاهدينا رانا نحكوا على كل ما هو قديم، على كل ما هو تراث، لانه نقولوا ونعاودوا اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر وما عندوش مستقبل. ولازم علينا كالجيل اليوم انه نحافظوا على الشيء اللي خلاوه اجدادنا في كامل المجالات، خاصه وكذلك في الزي التقليدي، لانه يمثل بشكل من الاشكال هويتنا، لانه الزي التقليدي هو هويه وشخصيه جزائريه، خاصه انه في الجزائر في كل منطقه عندنا ازياء تقليديه. لهذا كاين مهرجان وطني خاص للزي التقليدي الجزائري، وتحضر معنا في صبيحه اليوم السيده عزوق ملكه وهي محافظه المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري. صباح الخير سيدتي. صباح الخير محسن وشكرا على الاستضافه. امبارح تقولي لي يوسف كيف صبرنا، معليش نحيي يوسف بزاف بزاف. مرحبا بك سيده ملكه. راح نحكوا على المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري، غدوا ان شاء الله حيكون اول يوم من المهرجان ويتواصل الى غايه يوم 13 من نفس الشهر بقصر الثقافه. هي طبعا الرابعه، واش هو جديدها؟ الو، بالنسبه لهذا المهرجان لقد تم ترسيمه في 2010. دونك هذه هي الطبعه الرابعه. كل طبعات بيان سور تتكلم وتعني باللباس التقليدي الجزائري. فبالنسبه للطبعه الاولى كانت كنا قدمنا البلوزه، في الطبعه الثانيه في 2012 كنا تكلمنا على اللباس الحضري، في الطبعه الثالثه كنا تكلمنا على الملحفه، وهذه المره أردنا أن نتكلم أو نبرز لباس الزفاف بين العادات وبين الطقوس. دونك حتكون عدة ولايات حتشارك في هذا المهرجان في هذه الطبعة، وكل ولاية حتبرز اللباس الخاص بالعروس هذه المنطقة، من حلي ومن عادات ومن لباس. وكما تعلمون أن الجزائر ثرية جدا بتراثها المادي وتراثها اللامادي، واحنا صديق كل شاك اوكازيون نحاولوا نبرزوا اون دي فاسيت من هذا التراث الكبير والمتنوع والغني جدا. صحيح، هذه في الطبعه الموضوع تاع هذا المهرجان هو زي العروس، ونظن انك تقصدي يعني ماشي اللباس الابيض، يعني في كل منطقه العروسات تزف في الجزائر بزي تقليدي جزائري، واكيد باش وصلوا يشاركوا في هذا المهرجان كاين مرحلات انتقاء واختيار المشاركات والمشاركين. نعم، يا بالنسبه للانتقاء حاولنا انتقاء كل مناطق كل الولايات او الولايات اللي يعني اللي تمثل مدن واحده اخرى. فعندنا مثلا عندنا في الصحراء عندنا تمن راست، عندنا ورقلة، بشار، غردايا، عندنا وهران، الجزائر العاصمة بالطبع، شرشال، منطقة القبائل، تلمسان، عنابة، قسنطينة. فحاولنا بقدر الإمكان أن ندرج كل مناطق وكل منطقة عندها لباس خاص بها، وخاصة قلت لك حنايا الإضافة هو التكلم على العادات وعلى الطقوس. من بين العادات اللي يتقاسمها ونتقاسموها كلنا كجزائريين هي عادة الحنة. صحيح. مثلا
فاحنا أدرجنا بالإضافة إلى المعرض اللي يكون في إحدى القاعات القصر الثقافة يكون إحياء بعض العادات، كمثلا لباس العريس، تلبيس العريس في منطقة غردايا في بريان، دونك تكون جمعية راح تدير لنا هذا الحفل. كاين كذلك إحياء وقتاش حيكون؟ يوم الجمعة 13 على الساعة الرابعة، يعني يوم الاختتام. يوم الاختتام على الساعة الرابعة. كاين عرس قبائلي يوم الثلاثاء إن شاء الله على الساعة، دائما الساعة الرابعة. وكاين مداحات الوهراني، منطقة وهران ثاني، كيفية عملية الحنة في منطقة الغرب. وهناك محاضرات كذلك، هناك محاضرات. قبل ما نحكوا على المحاضرات سيدتي، شيء جميل انه لانه تعودنا انه في مثل هذه العروض يعني الزائرين يجوا يشوفوا كاين معارض اجنحه، لكن من خلال كلامك نعرف انه راح يعيشوا يعني حيدخلوهم في جو العادات والتقاليد، يعني حيشوفوا كل ما هو ملموس وتراث مادي، وراح ربما يسمعوا ويقدروا يتسالوا على كل ما هو غير مادي، يعني كلام وكل شيء كانوا الاجداد تاعنا يديروا في الاعراس تاعهم. وهذا هو المغزى، هذا هو المغزى من هذا المهرجان، هو الرجوع الى الاصل. صحيح. والرجوع الى الاصل فضيله. فالزائر راح يشوف يتعرف على الالبسه، في نفس الوقت يتعرف على الاقاويل وعلى العادات وعلى بعض اللمسات خاصه بكل منطقه. وان دل هذا على شيء فيدل على ثراء كما قلت لك تراثنا المادي. صح. ولا مادي في آن واحد. هل الأطعمة حتكون تاني تقليدية ولا ما كاش؟ هل الأطعمة الاخترا ما يكونش أطعمة سارة. ما يكونش أطعمة، لكن إن شاء الله في الطابعات الأخرى خاطر إحنا نركزوا على اللباس. صح. هو مهرجان اللباس التقليدي الجزائري. كما أشرت إليه قلت هناك محاضرات كذلك حول عرس سيدي معمر مثلا، هناك محاضرة حول لباس تلمسان الذي أصبح يعني في التراث العالمي يعني من الشدة التمسانية. هذا شيء جميل نفتخر به كجزائريين. صحيح. وإن شاء الله كل الألبسة الجزائرية كلها يعني تستحق أن تكون يعني عالمية. مدرجة. صحيح. في العالمية إن شاء الله. وهناك كذلك مداخلة حول لباس الشرق الجزائري، فالبرنامج إن شاء الله راه موجود في قصر الثقافة، وإن شاء الله يعني يكون هناك حضور. ونسيت باش نزيد نهضر باللي احنا في كل طبعه نفتحوا المجال عفوا للمصممين اللي يستوحوا هما اللباس تاعهم من الاصاله. فهناك عده مصممين شباب مثل كريم سيفاوي، مثل انتري بوزار، يعني هناك مصممين يقدموا البسه عصريه بلمسه تقليديه، بلمسه تقليديه. وحنا ثاني باش يتحكوا يكون احتكاك مع الحرفيين، ولما لا يكون تعاون في الايام الاخرى ان شاء الله بيناتهم. وثاني راح نكرموا وحده عميده الخياطه في الجزائر، السيده فاتحه صاولي. صحيح. حيوها في صباحه اليوم سيده صاولي. صاولي معروفه في هذا المجال. ففي كل طبعه نديروا صديق أنا أوماج لهاد الستيليست الجزائريات. صحيح. شيء جميل ربما الناس اللي يشوفونا عبر الجزائرية تالتها بلك ما يعرفوش بزاف اللباس التقليدي الجزائري، أنه مرة كنت زرت الأردن وانتما حكيت مع المكلفة بالثقافة في السفارة، قالت لي لما الأجانب يعني من دول عربية ولا حتى الغربية يجوا المعارض الجزائرية يحيروا، لأنه كل دولة عندها زي تقليدي واحد، لكن الجزائر ما شاء الله في كل منطقة كاين زي تقليدي، وبالتالي يتسألوا عن هذا التراث، ونظن هذا هو ميزة الزي التقليدي الجزائري. طبعا. وأنا نروح أبعد من هذا، أبعد من هذا، ممكن في منطقة واحدة نديروا لها مهرجان لها خاص، يعني لثراء هذا الموروث الثقافي. وإن شاء الله يكون يعني إن شاء الله يكون إقبال لهذا المهرجان. والمهرجان سيفتتح إن شاء الله غدا رسميا، ومفتوح من 8 حتى 13. وسوف نختتم إن شاء الله هذه الطبعة بمدينة قسنطينة، ونتشرفوا بمدينة قسنطينة اللي تكون عاصمة للثقافة إن شاء الله في 2015. فالاختتام يكون حفل قسنطيني تقليدي مع الفقيرات والعساوة، وهذا كله باش نفتح الشهية إن شاء الله لهذه السنة لقسنطينة عاصمة
الثقافة العربية أكيد 2015. أكيد قسنطينة اللي فيها كذلك تنوع ثقافي كبير، تاريخ، حضارة قسنطينة، وكل مدينة جزائرية لما نزورها نكتشف العمق التاريخي تاعها وغناها بالتراث والتنوع. ونظن لقيت ربما صعوبة وبالتالي في اختيار هذه الألبسة التقليدية، لأنك ما تقدريش تقصي زي على زي. هل كانت لجنة هي اللي اختارت الألبسة المشاركة في المهرجان؟ طبعا احنا يعني لجنة، احنا متكونين من 5 أفراد، وكل فرد عنده لمسة تاعه بيان سور، فيه اختيار وفيه، ودائما احنا نعطوا الفرصة لناس اللي ما شاركوش في الطابعات الأخرى، نفتح لهم المجال باش يشاركوا في ليزيديسيون. وحنا اكيد من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر نوجه الدعوه الكامل السيدات وحتى الساده انهم يجوا لقصر الثقافه ابتداء من غدوه ان شاء الله الى غايه يوم 13 مارس توقيت مصباح حتى العشيه. راح تعيشوا اجواء شابه في هذا المهرجان، تعيشوا اعراس تقليديه جزائريه، وربما العرسان اللي راهم على ابواب تجيهم فكره علاش لا، لانه رانا نشوفوا حاليا راهم يتنافسوا كل واحد يحب يدير عرسه كما يلزم الحال، علاش لا دير العرس تاعك كما داروا زمان، وهذا هو التميز والرجوع الى الاصل دائما نقولوا فضيله. بيان سور، وهذا هو قلت لك المغزى، ويعني رانا نلاحظوا بلي فيه رجوع، فيه رجوع الى التقاليد الجزائريه، فيه رجوع للحايك بكثره. انا نشوف كل العرايس عم يدخلوا بالحايك، دونك فيه حب لهذا التراث اللي بالك تجاهلناه في فترة معينة، من فيه رجوع قوي لهذا التراث، وهذا هو المغزى من هذه المهرجانات، هو تحسيس بهذا التراث العظيم، التراث المتنوع والزاخر جدا الذي نفتخر به كجزائريين. وإن شاء الله ولا جيتوا يكون لباس الرجل كذلك، ما يكونش لباس نسوي، مام حتى يكون لباس العروس للرجل، باش مام حتى العرسان الجدد كل عريس كل عروسة يكونوا لابسين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وهذا الشيء أكيد اللي نشجعوه ونحيوك عليه، وكامل أكيد المحافظة، محافظة المهرجان الوطني زي التقليدي. ونظن أنه هذا الأسبوع مناسب أكثر لأنه يصادف اليوم العالمي للمرأة، وبالتالي هي فرصة كذلك للنساء مثل هذا اليوم يحبوا يخرجوا، فرصة أنهم يجوا لهذا المهرجان، لهذا الصالون بقصر الثقافة. هل كاين برنامج خاص نهار الحد إن شاء الله؟ نهار الحد إن شاء الله راح نديروا عرس تقليدي نسوي مع الفنانة القديرة عبابسة، نعيمة عبابسة. دونك النساء إن شاء الله يكونوا بكثرة، وإن شاء الله نجوزوا وقت مميز يوم 8 مارس على قدها على الساعة 4:30 إن شاء الله مساء في قصر الثقافة. هي دعوة موجهة الكامل اللي رام يشوفوا فينا. أعطت لكم السيدة عزوق ملكة موعد من المواعيد الكثيرة أكيد اللي راح تكون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هل النساء برك هما مشاركات ولا كاين يعني أنامل رجالية؟ لأنه نعرفوا كذلك رجل مبدع لما يطبخ ولا لما أكيد يدخل إلى مجال تصميم الأزياء. طبعا لا لا، فيها الطبعة كاين رجال، منطقة قسنطينة سوف تمثل إلا برجال، رجال فهم المصممين وهم اللي يطرزوا الآخر. كان تاني مصمم من باتنا، هو تاني هو اللي يعني معروف باللباس التقليدي في منطقة باتنا، دونك وجهنا له الدعوة وقبل وراح يشارك معنا، بالإضافة إلى المصممين أذكر من بينهم كريم سيفاوي، و هو تاني مصمم أزياء رجالية خاصة يكون حاضر في هذا الطبعة إن شاء الله. هل المهرجان هو عبارة عن مسابقة يعني كاين جوائز ولا لا فقط عروض للاحتكاك مع زوار وبين المشاركين؟ يعني إحنا يا ما كاش لكونكور، هو احتكاك وفتح المجال، خاطر واحد كي يشارك في مهرجان يعني رانا فتحنا له الفرصة باش ديجا يكون معروف ويكون احتكاك ما بينه وبين حرفيين الاخرين، وان شاء الله يكون عنده الفرصه يجوز هكا في التلفزيون ثاني ناس تعرف عليه. هذا هو نظن هذه الجائزه الاكبر، الجائزة يعني الاكبر، خاطر هذه هو الاعتراف به كمصمم
سي تري امبورطون. صحيح، لانه داخل اولا في الابداع، لانه فيه ابداع وكذلك محافظه على التراث، تراث اجدادنا. انت بصفتك محافظه المهرجان، شكون تشوفي يعني الفئه العمريه اللي راهم مازالوا محافظين يعني من خلال المشاركين؟ هل فئه الشباب هم اللي راهم يصموا ويشاركوا، ام فقط يعني فئه الجيل السابق؟ نون، كاين فئه الشباب، فيه نون شباب راهم يخدموا، راهم يخدموا بزاف. وكم احنا رانا في ميدان، في هذا الميدان منذ فتره، وبصفتي يعني محافظه في متحف للفنون والتقاليد الشعبيه، صدق فيه ناس بزاف يجوا باش يحوصوا على تصاميم قديمه جدا باش يخدموا دوزان تاع تصديره ولا تاع مناسبات. فيه عوده من الشباب جد هامه. اكيد احنا نشجعوا مثل هذه المبادرات. هو المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري ينطلق غدوه ان شاء الله، ويستمر الى غايه يوم 13 مارس بقصر الثقافه. حكيتنا مليكه وشوقتينا يعني طريقتك في الحديث عن هذا المهرجان بحب كبير كجزائري نظن، قبل ما تكوني كمحافظه مهرجان، وغيره انه لازم هذا التراث ما نخلوش يروح، لانه اذا احنا اليوم ما تهليناش فيه ما وصلناش اكيد راح يزول بمر الوقت. سي سور، احنا 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 واش يدفعنا باش نتكلموا هكذا ولا نديروا اعمال هكذا، هو حبنا للوطن، للهويه، للتراث. يعني ما نقدروش نستغناو على هويتنا، وكما قلت لي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر. صح، وحنا تاريخنا الحمد لله زاخر وغني. صح، كل منطقة يعني عندنا موسيقى، عندنا عادات، عندنا تقاليد، وهذه بلادنا الحبيبة. خليني نصبح مرة واحدة أخرى على كامل مشاهدينا في الشرق، في الغرب، في الوسط، وفي الجنوب، حتى ربما الجالية الجزائرية اللي هما ربما يحسوا بهذه الأشياء أكثر. يعني نشوفوا جزائريات في الخارج يلبسوا الزي التقليدي الجزائري في المدن اللي عايشين فيها، في الدول اللي عايشين فيها. نشوفوا كذلك ممثلات كما الفنانة شفيقة بودراني، نحييها في مهرجان كان لبست الزي التقليدي الجزائري، وهذا مفخر لأنه الفنان يبقى سفير الوطن تاعو، وكل جزائري وين ما كان يعتبر سفير بلاده. لما المرأة تحضر في مناسبة في بلاد واحدة أخرى أكيد راهي توصل الزي التقليدي الجزائري. صح، أكيد. وأنا كان عندي شرف اللي كنت في محافل يعني دولية، وين خاصة الجالية أو يعني اللي يخدموا في السفارة دائما تشوفهم لابسين لباس تقليدي، وهذاك اللباس واش يزيد له زينه هو الزغاريد الجزائريه. صح، فهذه يعني تاعنا، ما نقدرش نستغناو عليها. صح، هي هويتنا الحمد لله، هذه هي هويتنا والحمد لله. كان تم تنظيم مؤخرا مسابقه وطنيه لترسيم الزي التقليدي الجزائري، وكذلك تشجيع انه حتى في الفنادق تاعنا، في مطاراتنا، في المؤسسات الاقتصاديه، علاش لا ما توليش عندها خصوصيه جزائريه في انه العمال المطاعم ربما الفنادق يلبسوا زي تقليدي جزائري، او على الاقل يكون فيه لمسه تقليديه، وبالتالي هنا نشجعوا هذو الحرفيين طبعاً، لانه هذا هو الرزق تاعهم. ومن جهه واحده اخرى نحافظوا على التراث تاعنا. طبعا، لما لا؟ يعني كي تدخل فندق لازم، صح، لازم اللي يشتغلوا في الفنادق كما قلت ولا في هذه الاماكن السياحيه، لا بروميير دي شوز كي تدخل صح لازم يقابلك بلباس تقليدي جزائري محض، باش تحس روحك في الجزائر. باسكو ولا قابلك بلباس اللي نشوفوه في اي بلد ما كاش، يا با تشانجمون. دونك صح، ان شاء الله احنا ثاني بدورنا يعني نحييو كل هذه المبادرات، وان شاء الله نشوفوها في أرض الواقع، في الأرض الواقع إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أكيد هي دعوة نوجهها لكل مدراء المؤسسات، الفنادق، وكذلك حتى في المطارات. يعني هي بوابة العالم للجزائر، لما يجي السائح لما يلقى يعني مضيفة ومضيف لابسين الزي التقليدي الجزائري بدون ما يحكي يعرف أنه هذا جزائري وهذه جزائرية. كنت معنا اليوم في برنامج صباح الخير يا جزائر عزوج مليكة، أنت محافظة المهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري، يعطيك الصحة. حاجة تقولها لكامل المشاهدات والمشاهدين تفضلي. ديجا نشكركم بوغ لانفيتاسيون. انا ان شاء الله نتمنى بلي كل اللي راهم يشاهدوا فينا ان شاء الله يجونا بكثره لهذا المهرجان، خاطر بهذا الصديق كي يجوا تما اللي نعرفوا بلي قدرنا نوصلوا لو ميساج اللي رانا حابينه. وان شاء الله ثاني ان شاء الله اذا كان هناك نقائص ان شاء الله ثاني يخبرونا بها، باش الطبعه ان شاء الله اللي تجي موراها تكون احسن ان شاء الله.
ومرحبا بهم في كل وقت. رانا تما ان شاء الله من غدوه حتى اليوم 13 ان شاء الله. ذكروا انه هذه الطبعه الرابعه والمكان هو قصر الثقافه ولو تم تحد الطبعه او موضوع هذه الطبعه هو زي العروس التقليدي في مختلف مناطق الجزائر الحبيبه. الطبعه اللي فاتت قلت لي ملحفه شويه ملحفه احنا نقولوا لها شويه بصح احنا كي بدينا التنقلات تاعنا وبدينا لا اون سي روندو كونت بلي الملحفه يتقاسمها كل شعب جزائري كسوا الجنوب كسوا الشرق الغرب في تلمسان عندهم الرده في منطقه القبائل عندهم تاكسي وفي غردايا الملحفه يعني هذا واش دفعنا باش درنا ملحفتي وسميناها دغابي دو مون استوار خاطر كل جزائريين يتقاسموا الملحفه. صحيح هو تراث مشترك. تراث مشترك فكانت طبعه كذلك جميله جدا طبعه 2013 وان شاء الله حتى هذه تكون ان شاء الله جميله وتنال اعجاب الزوار. ان شاء الله اكيد زوار راح يقدموا دعم للتراث الجزائري بالحضور تاعهم في هذا المهرجان. حكينا على الملحفه شوية اللي هو تراث مشترك احنا حنشتركوا مع المشاهدين باش نشوفوا هذا الموضوع لفتيحة بو عبدلي حول الملحفة شوية. تختلف المناطق وتتعدد إذ كل واحدة منها تتميز بتقاليدها وعاداتها وكذلك بأزيائها التقليدية التي تنفرد بها وبالحرف اليدوية الخاصة بها. الملحفة الشوية هو زي تقليدي من التراث الجزائري إذ تعتمد امرأة الأوراس على هذا النوع من اللباس في المناسبات والأفراح لتبدو في أجمل صورة إضافة إلى بعض الإكسسوارات من الحلي التقليدي التي تتناسب مع هذا الزي. الصناعة التقليدية نتاع الأوراس بالنسبة للباس الأوراسي فيما يتمثل في الملحف الستيل كما نقولوا احنا ملحفة نتاع شاوي وكاين عندنا قناظر هاني شاوي وعندنا اللي ما يتلبس معاها هما الفولارات محارم الشيشان راكم تشوفوا فيهم منا حوايج متخالفة ستادير من المناطق المنطقة من المنطقة إلى منطقة. هذا اللباس يختلف في أشكاله إذ كل نوع منه يخصص لمنطقة معينة وبألوان تكون مأخوذة من الطبيعة التي تميز منطقة الأوراس. مام الملحف عندنا خرين ديروهم كحل بالسيف وخرين ملونين استدير كاين منطقة اللي تلبس الكحل وكاين المنطقة اللي تلبس ملونة ونديروهم بالسفايف ثلاث سفايف فيها سفيفة صفراء وفيها سفيفة خضراء وسفيفة وردي هذوم يرمزوا من الطبيعة بعد يديروهم هذوما الملاحف تاع الأوراس ملاحف شوي. إضافة إلى هذا الزي التقليدي هناك عدة حرف يدوية تهتم بالاستعمالات اليومية كصناعة الفخار وكذلك الزرابي وأشياء أخرى من عمق تراث المنطقة. هذا تليس هذا تليس يديروه من الشعر تاع المعيز ينسجوه من الشعر تاع المعيز وكاين الحولي يديروه من الصوف ملون حتى هو ويديروا فيه لي موتيف شاوي لي موتيف بربر هذوم ويديروه في زرابه كيما الزرابه كذلك يديروه من الصوف يمي كيما هذا يديروه من الشعر تاع المعيز. التواجن هذوم تاع الطباق هذا تاع الحلفه تشوفي فيه ملون يلونوه هذا يعطيه اللي يديروا فيه الكسره والا يديروا فيه التمر يمدوه للضياف كي يجيو الضياف يمدوا به حوايج هذوك يمدوهم للضيف استدير كي يجي الضيف يديروا الكسره والا يمدوا له التمر في هذا هو تاع الحلفه ومن بعد يديروا له الخيط تاع الصوف يلونوه كيما نقولوا احنا يزيدوا يتحفوه شويه. وبالنسبه للفخار تاع الطين متنوع عندنا المثرد عندنا القصعه اللي ياكلوا فيها عندنا القصع كل وحده سيتادير القصع متنوعه القصع كاين الكبيره كاين الصغيره كاين المثل تاع البربوشه ديروا فيه البربوشه والقصع تاع الشخاشخ كيما نقولوا احنا كيما هذوك الكبار هذوك كاين عندنا البرم اللي يطيبوا فيهم
تاع الطين. هذه الحرف تبقى شاهدة على تراث وتاريخ المنطقة وعلى إرثها الثقافي الذي لا يمكن أن يتجرد منه المرء، لأنه بكل بساطة جزء منه. تحية لكل سيدة مازال محافظة على عاداتنا وتقاليدنا، تحية لكل السيدات الجزائريات والأوانس، لأنه بعد يومين فقط العالم كله راح يحيي اليوم العالمي للمرأة. وأكيد الجزائر على غرار دول العالم عندها احتفالات خاصة، لأنه المرأة الجزائرية عندها مكانة كبيرة في مجتمعنا، إن كان من خلال القانون أو حتى من خلال المعاملة. والمرأة هي كذلك تستحق كل تقدير والعرفان، إن كان إذا رجعنا للتاريخ كانت المشاركة تاعها فعالة في الثورة التحريرية، بعدها كانت مساهمتها فعالة كذلك في البناء والتشييد. ولليوم المرأة الجزائرية حاضرة في كل المجالات. اليوم نحيي تحية كبيرة لكل السيدات والأوانس اللي راهم يشوفوا فينا، وحتى اللي مخدمين معنا، عندنا كاميرا ومن عندنا أمينة يخدم معنا، وكل زميلاتنا بالتلفزيون الجزائري وحتى بالإذاعة الوطنية. دائما معكم في برنامج صباح الخير يا جزائر، خدمة صباحية متميزة نصبح عليكم بمختلف الفقرات والأركان والمواضيع لتخدمكم انتم مشاهدينا مهما كانت أذواقكم وميولاتكم. نذكروا أنه صفحتنا على الفيسبوك هي facebook.com/sabahalkhair.tv، دايما نستناو تعليقاتكم أراءكم وملاحظاتكم. الوجهة الآن إلى الرياضة مجددا، دايما مع ياسين وتخديجات أكيد فيما يخص دورة الجزائر الكبرى للدراجات الهوائية. الانطلاقة تاع الدورة اليوم تستمر إلى غاية 30 مارس. تفاصيل أكثر مع ياسين في هذا الموضوع. تنطلق اليوم الطبعة الخامسة لدورة الجزائر الكبرى للدراجات 2015 وتدوم إلى غاية 30 مارس الجاري، ويشارك فيها 17 فريقا من 14 بلدا. نتابع التفاصيل. من بين البلدان التي تم اختيارها في هذا الحدث الرياضي للسمعة العالمية دورة الجزائر الكبرى للدراجات 2015، نذكر هولندا، إيطاليا، إنجلترا، مالطا، ألمانيا، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية العربية الصحراوية، حيث ستتميز طبعة هذه السنة بحضور فريق من الجمهورية العربية الصحراوية، والذي سيكون ضيف الشرف للدورة الكبرى للدراجات للجزائر 2015. هذه التظاهرة مدرجة في رسنامة أفريكا تور للاتحاد الدولي للدراجات، تسيرها قوانين الاتحادية الجزائرية للدراجات ونظيرتها الدولية تحت إشراف مراقب السباقات ومفتش مكافحة تناول المنشطات. وقد قامت الاتحادية الجزائرية للدراجات بتسجيل سباقات عنابة، قسنطينة، وسطيف، البليدة ضمن رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات من أجل السماح لمختلف الفرق بالحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط في الترتيب العام للاتحاد الدولي تحسبا للبطولات العالمية المقبلة والألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016. نتعرف على تاريخ سباق الدراجات في الجزائر من خلال هذا التقرير ولنا عودة. دورة الجزائر للدراجات تعتبر حدثا تاريخيا لا طالما أثر في نفوس محبي هذه الرياضة، ابتداء من سنوات السبعينات تاريخ تنظيم أول سباق. تعد دورة 1970 أول دورة تم إحياؤها منذ الاستقلال بمشاركة 112 دراجا مقسمين على 16 فريقا، من بينهم متسابقون ألمان وفرق من الشرق الجزائري. وتعود المبادرة إلى الاتحادية الجزائرية للدراجات التي تضم بين أعضائها دراجين قدماء وضعوا خبرتهم في خدمة رياضة الدراجات، ومنهم أحمد قبيلي. تتبع الشعب الجزائري في سنة 1970 دورة حقيقية لسباق الدراجات، شارك فيها 112 دراجا من مختلف الجنسيات، حيث سيطرت على هذه الطبعة فرق من بولندا وألمانيا الديمقراطية سابقا، ما مكن الجمهور الجزائري من اكتشاف دراجين من الطراز العالي هما البطلان عبد الرحمن حمزة والطاهر زعاف ابن الدراج السابق الذي شارك في دورة فرنسية.
في 1971 شملت دورة الجزائر على 12 مرحلة، والتي تألق فيها الجزائري حمزة الذي احتل المركز الخامس أمام فرقة سوفياتية جد قوية. دورة 1972 امتازت بتعدد مراحلها التي بلغ عددها 28 مرحلة، شملت كل مناطق الجزائر مرورا بباتنا، بسكرة، تيارت، سعيد الأغواط، بوسعادة، قسنطينة، تيزي وزو. تعود أول دورة للدراجات إلى سنة 1949 حيث جرت تحت عنوان الاحتراف ثم توقفت. في 1953 بعد 5 طبعات فقط شارك فيها دراجون سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الملكة الصغيرة، الأسماء المجيدة لأبطال الجزائر في هذه الرياضة. نذكر نور الدين تشامباز، سبتي بن زكين، وسليم بلكير، عبد الباشر قيقي، وعبد القادر زعاف، وأحمد قبيلي الذي فاز بمرحلة في دورة الجزائر سنة 1949 بتلمسان، فكان أول جزائري يبرز في ترتيب السباق. أحمد قبيلي هو الذي طبع سباق الدراجات في الجزائر وأصبح رمزه الحي، حيث شارك في 5 دورات فرنسية و3 في سويسرا، وكان من أوائل الدراجين الذين التحقوا باللجنة الثورية للوحدة والعمل الذي كان هدفها الأسمى تحرير الجزائر من الاستعمار عن طريق الكفاح المسلح. بعد ذلك شارك المولوعون بهذه الرياضة في 8 دورات لدورة الجزائر للدراجات بعد سنوات عجاف من سنة 1974 إلى سنة 1983، وبعد استئناف الدورة كان الانتصار الأول من نصيب تشامباز، يليه في الانتصارات بنزين، بلكير، ورقيقي ب4 انتصارات أكدت صحة رياضة الدراجات الجزائرية. وخلال فترة 1989-2000 أضحت القرى والمدن والبلديات والولايات التي كان يقطعها المتسابقون المنحدرون من مختلف الجهات مشتاقين للمناظر التي كانوا يتابعونها بكل شغف وحماس، مما يدل على أن هذه الرياضة تجلب لأنصارها سعادة حقيقية. بعد غياب طويل تعود هذه الرياضة الشهيرة من جديد في 2011 في طبعة محتشمة فاز بها عز الدين العقاب. العودة تميزت بالطبعة التي نظمت في 2011 من 27 جوان إلى 2 جويلية على مسافة طولها 624 كيلومتر، ومشاركة 55 دراجا قدموا من 7 بلدان. وقد نجحت هذه الطبعة بالرغم من أنها اقتصرت على ولايات الغرب التي كانت نقطة انطلاق المتسابقين، الجزائر العاصمة، في اتجاه عين الدفلة مرورا بشلف ثم تيارت فتسمسيلت وخميس مليانة ثم الشريعة فأخيرا البليدة. وهذا الخط لم يشهد تغييرا في 2012 إلا أن الحضور تميز بمشاركة 15 دولة منها فريقان محترفان من الدنمارك وألمانيا. وفي دورة 2012 تأكدت عودة الجزائر الدولية، وهذا ما ترجمته الطبعة الرابعة التي عرفت مشاركة قياسية ونوعية من 16 دولة. أكيد حنا نتمنوا التوفيق للدراجين الجزائريين المشاركين في الطبعة الخامسة من دورة الجزائر الكبرى للدراجات الهوائية اللي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 30 مارس. وأكيد نقول لكم باللي التغطية راح تكون على شاشة التلفزيون الجزائري من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، راح يكون معنا مباشر من النقاط اللي تكون فيها مشاركة في هذه الدورة، دورة الجزائر الكبرى للدراجات الهوائية. من الساحة الرياضية وجديدها نروحوا إلى الساحة الفنية وجديدها، واليوم انطلاق أول برايم
من برنامج الحان وشباب عودة المدرسة اليوم في سهرة 9 الليل على شاشات التلفزيون الجزائري. حتشوفوا أول برايم من برنامج الحان وشباب أكيد بعد التصفيات واختيار الأصوات. الأصوات دخلت للمدرسة واليوم أكيد يبدأوا في التنافس على مسرح الحان وشباب. عليكم غير تابعونا وكذلك تصوتوا على الصوت اللي تشوفوا باللي يستحق لقب نجم الطبعة السادسة من برنامج الحان وشباب. دائما مع الأخبار الفنية والثقافية نذكركم أنكم في هذا الويكند تقدروا تروحوا مع أهلكم أولادكم أحبابكم أصحابكم إلى مختلف النشاطات الثقافية والفنية، ونبدأها بالسينما. من 2 إلى 21 مارس يتم عرض الفيلم السينمائي يما للمخرجة جميلة صحراوي بمعدل 3 حصص في اليوم على الزوج على الخمسة وعلى 8 تاع الليل بقاعة المقار من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام. اليوم 6 مارس على 10 مباشرة كي خلاص برنامج صباح الخير يا جزائر كاين مسرحية دائما بقاعة المقار تحت عنوان السلحفات الذكية لجمعية البسمة من مستر غنم. نفس المسرحية يتم عرضها 3 العشية بقاعة الأطلس بباب الواد. أما فيما يخص الموسيقى والاحتفال باليوم العالمي للمرأة هالحد إن شاء الله 3 العشية موعدكم مع سمير تومي بقاعة المقار، على الوحدة بقاعة حرش حسن مع الشاب يزيد، وكذلك على 3 مع الفنان رابح عاصمة. أنتم اللي تحبوا النغمة القبائلية حيكون بقاعة الأطلس، ونذكر كذلك اللي يحبوا النغمة القبائلية عشية إن شاء الله ضيف البرايم الأول الفنان محمد علاوة. وليكم انتوما اللي تهواو النغمة القبائلية نقدم لكم هذا الأغنية بصوت الفنان أيت من قلات. نشوفوها كيف كيف نستمتعوا بها ونرجع لكم، بقوا معنا. أولدي سوق نحسي دب مشنور، أولدي سوق نحسي دب مشنور، أولدي نغدم تمسل هذا السفر تمسل ننزل جمنا فودي دايسنا يا الراش ما غد الجزائر كامل في النار، يا الراش ما غد الجزائر كامل في النار. تسوون تخدمون وتخدمي تسوون، تسوون تخدمون وتخدمي تسوون. الهاي النرنم وذيك تمسكان تلون ذويد تيزن زن صرخم تدي قرن هذا ويفاغ يا الراش ما غد الزاير تامر في النار، يا الراش ما غد الزاير تامر في النار. ستوافغ العقل نرادك مهبل تساس، توافر العقل نرادك مهبل تساس، سي الخوف من الباطل نراد مشيش ذا غيلاس، يشبح الدنيا كبدل والمزمر يقار زمر. يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار، يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار. خير بالسقيم نظري والسفرون، خير بالسقيم نظري والسفرون. يلهي والملهم والهني يبوي داك وكرو يثمسني وثي بسيت كسست مهب الكيسر. يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار، يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار. كاثن وسوام مرن العبد دي القافن، كاثن وسوام مرن العبد دي القافن. ولاد القرايا مرن سدى غبر سلم، وسعان خير الفهمان يقار السندة تذر. يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار، يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار. ولادنا كرامان من جرد السكسة سادس، ولادنا كرامان من جرد السكسة سادس. مراد يسلامان يوردك نغيط سادس، وحدي قم جيت مساوان متروين جبن مسنا. يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار، يا الراش ما غد الجزائر تامر في النار.
الحاش نقيم سخر بنغتي تيهني ديال الحاش نقيم سخر بنغتي تيهني نتغوث غفالي من تشوثي مزغني هايني كرني قندم ورمديني قارس نزي غطسر ايا الراش الناغد تاير تامر ثمار ايا الراش الناغد تاير تامر ثمار كايد الدنيت تيرك زن غدي لهنا كايد الدنيت تيرك زن غدي لهنا بتحاضر ثواغيت ويغدي ويرح ينفى كلش وطن فانتازيت ولدت نحسب استفتر يا الراش الناغد تزاير تامر ثنى يا الراش الناغد تزاير تامر ثنى سهل يتمن شريغ تحبون سحيلا سهل يتمن شريغ تحبون شقشار نغرب صب سجينا يدوى يترون السيم دم سجن حصر اللي نتكين الشهد هنا يا الراش الناغل تزاير تامر ثمى يا الراش الناغل تزاير تامر ثمى يتمرفون كل سيبوي داموريس شكراب يتمرفون كل سيبوي داموريس ايه يشوفون ينشيخ دبوي واليس المؤمنين الدب حلون ما دي مشو من هذا مسيحلون ايه الراش الناغد تزاير تامر ثمى ايه الراش الناغد تزاير تامر ثمى اويه دي سوق المفكيرة والنهوراقين اويه دي سوق المفكيرة والنهوراقين ويلي ومي نبغن هادي ميزة دي والي مذوين ثنيز كبني روح الحال وليس قدمة يا الراش الناغد تزاير تامر ثمى يا الراش الناغد تزاير تامر ثمى تحية صباحية لكل مشاهدينا داخل وخارج البلادك وتشوفوا في صباح الخير يا جزائر البرنامج اللي تشوفوا على الأرضية والجزائرية الثالثة وإحنا كذلك نقدر نشوفكم إلى إذا دخلتوا لصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/sabahalkhair.ontv هو الفيسبوك تاعنا صباح الخير يا جزائر دخلوا قلونا أراءكم انتقاداتكم ملاحظاتكم تقدروا تاني تبعتونا رسائلكم على البريد العادي 3 شارع الاستقلال مديرية إنتاج البرامج للتلفزيون الجزائري الإيميل هو صباح الخير يا جزائر @ontv.gz ورقمنا الهاتفي هو 021-23-99-11 أوفياء برنامج صباح الخير يا جزائر لكل طلباتكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم اتصلوا بنا عن طريق الإيميل صباح الخير يا جزائر @ontv.gz أو عبر جروب الحصة على الفيسبوك صباح الخير يا جزائر أو عن طريق العنوان الكلاسيكي مديرية إنتاج البرامج برنامج صباح الخير يا جزائر 3 شارع الاستقلال الجزائر العاصمة أو عن طريق الهاتف 021-23-99-11 ويبقى موقع التلفزيون الجزائري دائما في خدمتكم. www.tv.gz هو موقع التلفزيون الجزائري تلقوا فيه آخر الأخبار السياسية الثقافية الاقتصادية وكذلك أهم المواعيد اللي تشوفوها من خلال شاشات التلفزيون الجزائري ونذكر أنه الموعد الهام اليوم أول برايم من برنامج الحان وشباب في الطبعة 16 إن شاء الله على 9 تاع الليل كونوا أوفياء لقنوات التلفزيون الجزائري كما هو ضيفنا دوكا وفي لتاريخ 8 مارس نتلقوا به بعد الفاصل
ضيفنا وضيفكم في صباحة اليوم هو شاب يزيد أكيد لي حاضر في مختلف الفعاليات الثقافية بجديد، ولكن عنده حضور خاص في 8 مارس راح نحكوا على الحفل اللي حيأديه نهار الحد إن شاء الله الوحدة بقاعة حرش وحسن، بعد ما رحبوا به وصبحوا عليه. صباح الخير يزيد. صباح الخير محسن، سعيد جدا سعيد جدا. الله يخليك. الله يخليك، احنا لي سعداء أكثر باستضافتك معنا في صباحة اليوم يزيد. أكيد أنت من الفنانين النشطين يعني عموما، في كل مرة عندك جديد، عندك أغاني، عندك كليبات، لكن عندي جولات كذلك. صحيح، لكن ربما الحدث الأبرز اللي تركز عليه إعلاميا وكذلك يعني تصب اهتمام كبير هو إحياء اليوم العالمي للمرأة. بالضبط، أنا عندي تاريخين في المسيرة، في السنة نتاعي عندي 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وعندي أول جوان عيد الطفولة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هاد الاحتفالات بهاد الأعياد جاءوا بعد الشهرة، جاءوا دوك نتكلم عليهم. أنا الشهرة نتاعي بدأت سنة 95، إذن كانت في قلب العشرية السوداء. صح. لو كنت نتجول في كل جزائر، كل المدن زرتها، يوم 5 جويلية 1996 مدينة الخضرية، مدينة سيدي موسى، 5 جويلية 97 مدينة الخضرية، رحت مدينة حجود، مدينة معسكر، مدينة سفيزف، مدينة جيجل، مدينة شفت. وأنا كشاب على بالك لازم تدير الناس يديروها في هذاك الواقع الاجتماعي اللي كان هذاك الوقت، شاب صغير خارج الجامعة يغني هكذا، يعني يشوف بلاده كل وردة، حاب يشوف بلاده خير زينة البلدان كما يقولوا، بعد كي يمشي هكذا يسيبها غير دم، يسيبها غير يعني شغل صدمة. صحيح. صدمة. وقعت نشوف وأنا من الناس اللي يفكروا، حبيت نفكر كيفاش ممكن يكون دوري صغير نساهم. إذن بديت بالتقديرات، شفت المرأة الجزائرية كيفاش في أماكن جد وصعبة كانت تجي للحفلات وتروح للعمل، ويعني وقايمة ببيتها وقايمة يعني كفاح كبير. سنة 97 درت لها أول تقدير، ولكن بالنسبة لي ما كانش راح تكون سلسلة، ولكن في السنة الموالية صبحت المرأة الجزائرية. ما علاش في هذه السنة قررت؟ هل تجاوب يعني اللي لقيتهم من خلال المرأة الجزائرية هو خلاك يعني تكرر هذا الحفل ويولي يعني عادة سنوية بالنسبة ليزيد؟ لا لا، السنة الموالية المرأة الجزائرية في كل مكان صبحت تقول وين راح يغني يزيد، ماشي هل راح يغني. دونك بالنسبة لها كان شيء مكتسب، خلاص درت لها تقدير، استوعبته لازم يتكرر. دونك تما اللي بدأت معنا هذه السلسلة هذه. وفي سنة 99 كان أول تعامل لي مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، وكان في قاعة حرشة. أنا بالنسبة لي كان أنجح حفل. علاش؟ لأنه ما تقدرش تتصور كيفاش المرأة الجزائرية استوعبت هذه الرسالة، يعني وهذه الرسالة المدبية الرجال الجزائريين يستعملوها. شوف المرأة كي تعطيها شوية شحال ترجع لك، يعني مليح أنه الإنسان يقدر المرأة الجزائرية. صح. لأن المرأة هي الأم، شكون ما يحبش أمه، شكون ما يحبش أخته، شكون ما يحبش بنته، بنت أخته، زوجته. يعني الإنسان لازم يكون تاني يتفهم الأوضاع. صحيح، هي العموم العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية، ماشي علاقة تنافسية. لا لا لا، يعني الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، وبالتالي أكيد أنا اليوم لما نحيي المرأة الجزائرية أكيد راني نحيي الأم تاعي، الأخت تاعي، ربما الزوجة المستقبلية. بالضبط. لا، وبالتالي دائما كما قلنا لما ترجع لتاريخ الجزائر دائما المرأة كانت حاضرة، يعني سجلت حضورها في كل المناسبات ولازم تكون ومازالها. والله هذا الشيء شيء مفروغ منه، ونظن كاع الناس تشاطرني فيه الرأي. برك كاين طرائف هكذا، يعني الناس تقول لك يغني غير النساء، يغني غير هما، يعني ما فيهاش حاجة يعني قبيحة ولا، بالعكس بالعكس. أنا حتى الشباب كنت نتلقاهم في الطريق كامل ويقولوا لي هكذا، يا أخوي يزيد علاش تغني غير النساء، غني لنا شوية مثلا. أنا نظن أنه الشباب في عود أنهم يعني كما يقولوا جايبين عقابك علاش تغني غير النساء، يشوفوا كشف أنا وهي تاني تولي دير ربما حفلات خاصين. علاش علاش علاش؟ نو أنا نظن باللي 8 من مارس الصدى اللي تلقاه من خلال تفاعل المرأة مع هذا اليوم هو اللي خلاه نجح بها، يعني نجح إعلاميا. صح. بهذه الطريقة، لأنه أنا راجع من جولة وطنية غير كيما، رحت لكل أماكن، يعني كانوا يدخلوا على اليوتيوب ولا على السيت نتاعي شابيزيد.com راح يشوفوا بالعام اللي فات هذه سنة 2014، رحت لمدينة فقرة الزوافي، عين صرح، عين صرح، تيميمون، سكيكدا، غليزان، سيدي بن عباس، يعني وكانت كلها حفلات ناجحة، والشباب كانوا عائلات وشباب أكثر.
دونك ماشي المشكل ماهوش هنا، المشكل انه ما نسميهش مشكل، نسميه يعني هذا لو كونستا اللي ندير فيه، انه رد فعل المراه هو اللي خلى الحفل ينجح، لانها تمسكت بهذا المبدا ان الحفل نتاعي. ولكن المراه هذاك اليوم، انا في كل مره ندير هذا النداء حقيقه، كاين رساله ترفيهيه لازم تجي المرأة تنحي على خطرها، بلك يتلاقاو، بلك يتعرفوا بيناتهم، بلك لأنه جو مسالم، جو جميل، يعني تحس روحها في عيدها. شفت الإحساس اللي يكون عندك وانت يوم عيد الفطر وانت صغير؟ صح، هذاك هو الإحساس اللي عند المرأة. ولكن أنا دائما نقول للمرأة الجزائرية باش تستعمل هذا اليوم، حتى الناس ما تتكلمش تقول لك عيد المرأة غير 8، ماشي غير 8 مارس عيدها كل يوم. حقيقة أنا نقول تحدياتها وكفاحها كل يوم، ممكن يكون عيدها يوم، ولكن تحدياتها وتقديرها وكفاحها كل يوم. إذن مليح أنها تعمل من 8 مارس يوم تعمل فيه حوصلة، حوصلة على الإنجازات اللي دارتها، وترصد التحديات اللي لازم ترفعها. صح، هذا هو الشعار اللي أنا متبدلينه مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. أكيد حنا نحيو كل أعضاء الاتحاد اللي هو حينظم هذا الحفل كما كل عام لأشاب يزيد. حاب نعرف يزيد، أنت في كل مرة كما نشوفه من خلال الإعلام ولا الموقع تاعك، الحضور كبير للنساء في الحفل تاعك، أنت ربما أنت قريب منهم، هل تشوفوا نفس الوجوه اللي تجي وفيه ولا لا كل مرة تكتشف ربما فئة جديدة، ناس جدد يجوك في الحفلة تاعك سنة بعد سنة؟ هي بلك راح نوضح نقطة، بلك هذا رقم 19، هذا 19، هذا أول ويمارس كانت سنة 97 قاعة بن زيدون وقاعة بن خلدون، كانوا حفلين في نفس اليوم. إذن هذا 19، دونك ما يجوك نفس الوجوه، ممكن أنها تجي رافدة وليدها ولا جايبته معها ولا جدة جايبة بنتها يعني. وجاتني بزاف حكايات طريفة، باش نتلاقى مع الناس في إطار المعقول يعني قدر المستطاع، يعني حتى في هذاك اليوم نتصور مع الناس وكيقولوا لي بلي كاين عائلة حابة تشوفك ولا يعني ننزلوا نشوفهم مادا بيا، ولكن اللي ما قدرش نشوفهم يسمحوا لي. دونك تصيب تقول لك انا يما جات شافتك في 97 وتوري لك تصويره، تصور غير هما تصور كي، وانا عندي ذاكره مليحه يعني بالمرات هكذا كيما كيسعفني الحد، غير توري لي التصويره هذه نقول لها هذه في سنه كذا في مكان كذا، حابك تقعد هكذا. بالمرات نشوف ماما على اساميهم كي نشوفهم اكثر من مره ولا مرتين، كاين الناس اللي يتبعوني هكذا نشفى حتى على أساميهم ونحييهم في كل مرة. احنا نحيو كامل احبابنا اللي راهم معنا في صفحتنا على الفيسبوك، facebook.com/صباح الخير.tv. انا كنت كتبت في صفحتنا بلي شاب يزيد هو ضيفنا، اللي حابين يسقسوا يطرحوا لك اسئله ولا يقدموا تعليقات. عندنا سوما فلورا تقول عيد المراه بلا شاب يزيد مش عيد. يطول عمرها يطول عمرها، شي راهي معروضه، دخلها باطل، ارواحي يا سوما. دخلها باطل، ومالغري سا درنا دي زانفيتاسيون باش المراه تحس روحها كونسيديري، يعني تحس روحها عندها يعني معروضه. بالضبط. عندنا تعليق اخر، شيلان شيلان هذا هو اسمها على الفيسبوك، قالت لك صباح الخير عليك، قالت لك عطيت للمراه الجزائريه حقها بتقديرها بأغانيك، نشكرك على وضع بصمتك في كل 8 مارس. الله يخليك، هذا واجب وشرف على المنظر. وظن هذا الشيء اللي كنت تقول فيه، وبالتالي شيء جميل انك قلت شيء وصل، يعني المرأة الجزائرية حاسة بالشيء اللي راك تقوله ورسالتك وصلت. وصل حتى وطنيا وحتى ودوليا، يعني نروح في عدة دول وين على بالهم باللي يزيد. ونزيد لك حاجة، في كل سنة نتلقى على الأقل 10 دعوات باش نروح نقيم حفلات 8 مارس بالخارج، ويعني بأجر وكامل، والخطر هنا ما عندي حتى أجر، أنا ما نحبش نتقاضى أجر، ولكن كي نروح للخارج يطلبوا مني باش نجي ندير حفلة 8 مارس بأجر كامل، ودائما نرفض، حتى باش نخرج على العاصمة مادا بيا نقعد هنا. علاش؟ لأنه الناس أكثر يعني. صح. أنا مادا بيا درنا في سنوات مضت درنا جولات يعني في شهر مارس وكانت كلها ناجحة، هاد العام تاني الباب مفتوح، على كل حال ممكن أننا راح نتنقل عدة ولايات. وين؟ لأنه احنا كي نديروا حفل خاص بالمرأة ماشي معناه أننا نقصيو الراجل، هذا مفروغ منه. أنا نقول لهم بالمرات كنت في بير العاتر وقيلة مدينة بير العاتر ودرنا حفل ناجح جدا، دونك قعدت هكذا واحد قال لي يا خويا راك تغني نسى بزاف، قلت له نقول لك حاجة، ديته معايا هكذا للمسرح
قلت له راك تشوف مراه هنا؟ قال لي لا لا راكم غير رجال. وعلاش دوك النساء كيحكموني يقولوا لي تخلي غير الرجال؟ راك فاهم؟ دوك كاين بعض الاماكن مثلا اللي غنينا فيهم غير للرجال وهذا الشيء يشرفنا كذلك. دوك معليش يعني ما لازمش يشوفها كاقصاء الرجل، بالعكس يشوفها كرساله ويشوفها كيوم اللي بالك يتقرب من اخته، يتقرب من زوجته، يتقرب من يماه، يتقرب من جارته، يتقرب من زميلته. هذاك اليوم ممكن انه يستعملوه كيوم عيد حتى تنزل الرحمه، لانه كاين الاعياد هذا هو هذه الميزه تاعها، تنزل الرحمه على الناس. الحمد لله يا ربي احنا ماذا بينا اليوم 8 مارس يكون يوم كونفيفيال وين الناس تتلقى مثلا تشوف احباباتها هكذا يتلاقاو ويروحوا المطعم ولا يروحوا في دار عند واحده حبيبتهم يتلاقاو ويتكلموا، بالك واحده ما شافتش واحده عندها مده. هذا الشيء اللي صحيح صحيح اكيد. وحنا نكملوا دائما مع صفحتنا، عندنا سؤال من عند بلال شليف. راك تقراهم من قبل ولا راك؟ لا لا انا نقرا المباشر، احنا المشاهدين راه معنا كيما نقول لهم كيما انتم تشوفونا من الشاشه احنا نشوفوكم في صفحتنا على الفيسبوك. عفوا يلا. قال لك علاش يزيد تبان غير في 8 مارس، ونظن انه الجواب راح نحكوا عليه من خلال الجديد تاعك. بالضبط بالضبط، ولا يقدر يتنقل للموقع الانترنت www.shabyazid.com راح يشوف اخر حفل اخر حفلات. كنت يوم في شهر اوت اللي فات كنت في الملعب تاع تيزي وزو، كنت رحت كما قلت لك جوله في مدينه ولايه اضرار، جوله في ولايه تمن راست، رحت لمدينه غليزان، رحت مدينه تبسه، رحت يعني تجولت وغنيت للشباب والفيديوهات موجوده يعني. صحيح. ومن غير يعني جوالاتك عندك البوم جديد يادرا كراهي بلابيه، هو سينجل نظن. لا 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 هو البوم لكن سينجل هو اللي خرج خرج مقبل. بالضبط سينجل خرجناه واحد 6 شهور مقبل. دونك هذه اغنيه يادرا كراها بلابيه وفيها بكم بارازار، حنا النهار اللي درنا الجاكيت هذه عمرنا ما نويناش باش نديروها بهذا اللون على جال عيد المراه، هذه للامانه او اللون يعني الورد. ولكن تصادفت معاه اللون يعني يليق على العيد هذا الحمد لله معليش. وفيه ثلاث اغاني يعني ممكن تنطبق على عيد المراه، وهذا الالبوم راح يغنى ان شاء الله يوم 8 مارس. كان اغنيه يا دراكي راها بلابيه، كان اغنيه يما على الام، وماذا بيا نهدي هذا عيد المراه هذا اللي راه جاي الى كل ام جزائريه. وكاين اغنيه لو كان جات انا بيدي انت والله ما تنحقري، لان حبيت نهضر شويه على الحقره. مليح انه الانسان يكون احترام ما تكونش حقره يعني ما يحقرش، سواء حقره للرجل ولا للمراه يعني. كاين رجال محقورين ثاني وكاين زي محقورين، احنا ماذا بينا هذه الكلمه هذه ماذا بينا ما تكونش في المجتمع تاعنا. صح هذه. وكيما عندك اهتمام كيما قلنا كبير بتاريخ 8 مارس، عندك اهتمام بواحد جوان يعني، ومن الان خرجت البوم خاص بالاطفال مدرستي، اكيد اغاني واناشيد تربويه للطفل. قبل ما نحكوا على الالبوم، كيفاش جاتك الفكره انك تغني ودير البوم خاصه؟ ربما تقدر تغني تعاود اغاني لكن انك دير البوم خاص بالاطفال، الفكره كيفاش جات؟ نفس الشيء لما بديت المسيره الفنيه تاعي وبديت نجول الجزائر كلها، شفت انه كان من مخلفات الارهاب هذاك الوقت كانوا بزاف الاطفال، الطفوله المسعفه كانت موجوده بكثره، لاحظتها في سنه 95 96 97 وهذاك الشيء اثر فيا كثير. سنه 98 قررنا باش نديروا جوله وطنيه لفائده الطفوله المسعفه، اذا تشوفوا عليها مع ديوان رياض الفتح كانت جوله من انجح ما يكون. رحنا زرنا 6 ولايات، رحنا الاماكن اللي كانت متضرره بالارهاب، رحنا للشلف، رحنا للمعسكر، رحنا للجيجل. دونك وكنا نوصلوا لتما نديروا الحفل بالمداخيل، والجمعيات كانوا ياخذوا المداخيل على الباب، يعني احنا ما نحوسوش نروحوا نديروا الحفل نتاعنا والجمعيات ياخذوا المداخيل على الباب. دونك هذاك والانطلاقه كانت يوم اول جوان 1998 من مسرح الهواء الطلق برياض الفتح. تما بدات كل سنه ثاني ينتظروا الجمعيات وينتظروا يقولوا كيفاش، وبدينا نديروا. دونك السنه المواليه كانت بقاعه حرشه، ومن بعد بدينا نتنقلوا مره في صافيكس، مره في غابه بوشاوي، والعام اللي فات كان في جنين تونس مع بلديه الابيار اللي راح تعاد الكره هذا العام ثاني ان شاء الله، وكان فيه اكثر من 20,000 طفل. ولكن في سنه 2001 نشفلها كل يوم، انا قبل 2001 كنت نغني اغاني عامه، يعني نروح الاطفال ونغني اغاني عامه. واحد النهار جاني واحد الطفل هكذا، عمو يزيد عمو يزيد وقتاش تغني لنا؟
قلت له بصح وليدي انا نغني لكم. قال لي لا لا اغاني تاعنا صح هذيك تما شغل كاكيت هكذا. دونك هذيك الكلام تاع الطفل هذاك وفراغ السوق من اغنيه الطفل. ولكن راح نوضح نقطه مهمه جدا. كاين بزاف الناس تلومني كي نقول كاين فراغ في اغنيه الطفل. يقولوا لي كاين بزاف شباب يقولوا لي في الفيسبوك يقول لي احنا ننجو كاين الانتاج. راح نقول باللي كاين فراغ في السوق ماشي في الانتاج. دونك اذا كان تنتج وما تسوقش وين الطفل ولا والديه يقدروا يسيبوا هذاك الالبوم وكانك ما درت شيء. صح هذا هو انشغال الاولياء في كثير من المرات نسمعوا انه يعني يحوسوا مثل هذا الالبوم خاصه الطفل لانه كل المواضيع يعني تربويه يعني يشوف مدرستي رجل الاطفاء البيئه جدتي محفظتي المعلم ويوم العلم يعني كلها اغاني فيها مواضيع بالضبط. خاصه بالطفل واكيد وباللغه العربيه ومشاركه حتى اطفال يعني يغنوا معك. كاين كره تاع اطفال من مدينه سيدي بلعباس نحيوهم تحت اشراف جبار بن عتو اللي دار عمل جميل جدا جدا. انا شخصيا بالمرات نكون في السياره ندير الالبوم قادر نسمعه ساعه ساعتين ثلاثه. ودرت مشكل لكاع الناس اللي عطيتهم الالبوم منهم خواتاتي وكمل كي يديروا السي دي ولادهم يحبوش ينحوا خلي خالو. على العموم احنا نحيو كامل الاطفال اللي راهم يشوفوا فينا ونحيو كامل الاوانس والسيدات. موعدكم نهار الاحد على الوحده بقاعه حرشه حسن مع شاب يزيد من تنظيم الاتحاد العام للنساء الجزائريات. في الاخير الكلمه اللي تقولها يزيد الكامل اللي راهم يشوفوا فينا تفضل. والله نقول لهم شكرا على السعاده هذه لانه هذا كاع سي دي بونور ما تقدرش تتصور يعني السعاده اللي عطاها لي جمهوري السعاده اللي عطاها لي عطوها لي عائلتي كذلك اللي حملوا هذه المسيره. انا المسيره تاع الفنان شائكه جدا شائكه دونك الحمد لله. وحبيت نقول للجمهور ماذا بيا نكون دائما في المستوى تاع التطلعات نتاعكم لانه الفنان هو مراه جمهوره. دونك ان شاء الله يا ربي دائما يخليني في المستوى ويخليكم انتم ليا ونحبكم بزاف ان شاء الله. وقبل ما تروح برك نبلغ لك امانه راهي تلح في صفحتنا على الفيسبوك ياسمينة عبيد من حي البدر من القبه تحبك بزاف يزيد حاجه تقولها لها وكامل يحبوا يزيد. ياسمينة والله نحبك كما نحب كاع جمهوري اللي ساندني وخاصه في العشريه السوداء تما اللي حسيت هذا الاحساس اللي نحس فيه دركا هو من مخلفات هذوك السنوات اللي شفت جمهوري رغم الصعوبات كان يتنقل ويجي الحفلات تاعي بكثره. اذا انا درك راني راهن اشارتكم وان شاء الله ربي يوفقني باش نوصل لكم دائما رسائل تفيدنا وتفيد المجتمع تاعنا باش تكون عندنا حياه افضل وتحيا الجزائر. يعطيك الصحه يزيد كنت ضيفنا في صباحات اليوم في صباح الخير يا جزائر. نهدو هذه الاغنيه بصوتك الكامل اللي راهم يشوفوا فينا وكامل اللي حبوا يزيد زين بلادي. زين بلادي غالي هلالي همالي زين بلادي غالي اجي شوف زين والفعال بشر سب بنت حلال حرمة وبنت سيد رجال سنطينا وعنا بدانية يا صيفية يا نوارة يا بنت عيني فوارة زين الخير هو الإشارة فرحي بمن أسلف العالية هلالي همالي زين بلادي غالي يا دا تنقو بيدي
يزيد، نجددوا تحية لكل المشاهدات والمشاهدين. صباح الخير عليكم انتم اللي هذا ونطوا في الويكند ترقدوا حتى لهذا الوقت، وحان الوقت والموعد مع واحد تاني نض في هذا الوقت يجي مباشرة استوديو. صباح الخير يا جزائر، في صباحكم بعد الفاصل. يوسف انت كيما بزاف ناس في الويكاند تحب ترقد باك من 6 تاع الصباح وانا نشوفي في لي كوليس نطع على 5 جيت 6 كنت مازال ما ديش نتايا بديت نشوفي نجد في روحي نريبيتي بعد قال جل صباحكم هذا قال صباحكم خويا مرحبا يوسف صباح الخير ابو حسين صباح الخير مصطفى صباح الخير لكم المشاهدين والمشاهدات الكرام نقولوا مرحبا بكم معنا في فقره صباحكم كما عودناكم كل نهايه اسبوع وصبيحه كل يوم جمعه محسن اكيد الموعد مع المواقع الالكترونيه في كل مره تخيرنا حاجه من الانترنت المره فاتت حكيت لنا على موضوع لموقع مجاني لانشاء المواقع اليوم الموضوع شنو هو اليوم كنا تكلمنا في الاسبوع الماضي قلنا بلي اليوم راح نحكيوا على نبعدوا شويه على المواقع الاجتماعيه وعلى مواقع التواصل اجتماعي ومن بعده ايضا على مواقع الانترنت محسن باش نحكيوا على ابليكاسيون من بين لي زابليكاسيون اللي يستعملوهم بزاف الشباب في الهواتف النقاله ديالهم في الهواتف الذكيه ديالهم دوكا بزاف حنا نحبوا كي ناخذوا صور مثلا المحسن قبل ما نبيبليوهم سواء في فيسبوك سواء في انستغرام سواء في تويتر سواء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نحبوا نموديفيهم شويه نحبوا سورتو انت محسن شفتك تحب بزاف موديفيت صح واحد اللي مزعوق كيما انا لازم يموديفي يعني التصويره تاعك في فيسبوك شعرك صفر ما فهمتش انا عرفك يعني في الحقيقه بعد احنا نحكيوا على واحدة من هذه الابليكاسيون واحدة من هذه التطبيقات اللي هي بيكاسا ارت. بيكاسا ارت كنا تكلمنا عليها في الاشهر الماضية من خلال برنامج صباح الخير الجزائر، ولكن تكلمنا على بيكاسا ارت الخاصة باجهزة الحاسوب يعني بجهاز الحاسوب. اليوم راح نتكلموا على بيكاسا ارت الخاصة بالهواتف النقالة. يعني كاين فرق بيناتهم؟ كاين فرق بيناتهم، هي تطبيق خاص بالهواتف النقالة لانه التطبيق الخاص باجهزة الحاسوب ما نقدروش نستعملوها على الهواتف النقالة، ولكن التطبيق الخاص بالهواتف النقالة نقدروا يعني نتيليشارجيوه غراتويتمون مجانيا من البلاي ستور ولا من الاب ستور بالنسبه اللي عندهم الهواتف النقاله الذكيه ونظام الاندرويد. ايضا نلقاو بيكاسا ارت اللي يقدم لنا عده خدمات فيما يخص الصور، يقدم لنا خدمات فيما يخص ايضا يعني كما نقولوا حنايا لي زيفي الخاصه بالصور محسن. نلقاو دي زيفي اللي متوفره في انستغرام نلقاوهم متوفره ايضا في بيكاسا ارت، نلقاو ايضا دي زيفي واحد اخرين اللي نلقاوهم متوفرين ايضا من خلال بيكاسا ارت. نلقاو ايضا خدمه اخرى وهي تركيب عده صور في صوره واحده، وهي الخدمه اللي بزاف نحبوا نستعملوها من خلال أشكال مختلفة ومتنوعة. أيضا نلقاو خدمات أخرى متمثلة أيضا في إضافة كتابات، إضافة ربما تعليقات فوق الصور، الخدمة متوفرة أيضا من خلال بيكاسا أرت. الشيء اللي يميز أيضا خدمة بيكاسا أرت على الهواتف النقالة الذكية هي السهولة والبساطة، يعني لأنه الآن أصبحنا محسن لما نستعمل هذه التطبيقات ولا هذه الابليكاسيون دي فوا نلقاو فيهم صعوبات، دي فوا الشرح تاعهم نلقاوه باللغة الإنجليزية ما نلقاوهش باللغات مفهومة ما نلقاوهش بالعربية ولا باللغة الفرنسية نلقاه معقد، ولكن بيكاسا ارت يقدم لك عمل سهل إن صح القول، يقدم لك أيضا شروحات بسيطة ومدققة بالدرجة يقدم لك بالدرجة يقول لك يعني تحب دير شعرك صفر تحب دير عينك خضورة تحب ترجع روحك بلون تحب ترجع روحك بلا، يقدم خدمات ممتازة أيضا وبسهولة كبيرة وكبيرة جدا. الشيء المميز أيضا يعني محسن في الفريزيفي اللي يقدمهم هي حسب المكان اللي راك مصور فيه، مثلا راك في مكان فيه إضاءة عالية يقدر ينقص لك الإضاءة، يقدر يزيد لك الالوان حسب المكان اللي راك فيه، راك في مكان فيه اضاءه ناقصه يقدر يساعدك باش تطلع الاضاءه ديالك باش تزيد الاضاءه باش تسقم الالوان اللي راك مصور فيهم مثلا في هذاك المكان. يقدم لك خدمه ايضا اخرى مهمه ومهمه جدا محسن، وهي انه يقدم لك خدمات مثلا لما تصور صوره محسن تكون كما نقولوا احنا باللغه التقنيه كونترول جور، مثلا الشمس من خلفك ولا الاضاءه من خلفك وين الوجه يولي ما يبانش كحل، هنا في هذه الحاله تقدر من خلال الروتوشات اللي قدمها بيكاسا ارت خدمه خاصه بالروتوشات ونافذه خاصه بالروتوشات تقدر تصلح الاضاءه على مستوى الوجه وعلى مستوى الخلفيه ايضا كل ما هو خلفك تصلحه الاضاءه من خلال بيكاسا ارت. ايضا بالنسبه اللي عندهم الجهاز الاندرويد ولا جهاز الهاتف النقال الذكي مرتبط مباشره بالانترنت لانه نعرفوا دوكا كامل رانا بلا 3 جي محسن، من خلال لا 3 جي ومن خلال الانترنت ومن خلال ايضا الربط بالانترنت بيكاسا ارت يقدم لنا
كما لقاوها معنونه بين بوتيك ولا محل ان صح القول محل على الانترنت يقدم لك ديزيفي جدد, يقدم لك ايضا اضافات جدد متنوعه مجانيه طبعا ولكن تشترط فقط الربط بيا الانترنت المباشر. وبالتالي الواحد لما يحب يدير الميزاجور يقدر يحمل هذا كل جديد يتعلق بهذه المؤثرات, كل جديد يتعلق بهذه المؤثرات, المؤثرات من خلال الصور, مؤثرات من خلال الالوان ايضا اللي تكون حاضره في بيكاسا ارت, مؤثرات ايضا من خلال كل ما هو جديد ايضا فيما يخص مثلا العناوين, فيما يخص الكتابه, فيما يخص تقطيع الصور. مثلا لما نتصور دوك مثلا صوره انا وانت ومصطفى, نحب انا ومصطفى نحيوك انت محسن, نحيوك يعني وانت ما تفيقش بلي كنت مصور معنا محسن من خلال تقطيع, خدمه التقطيع اللي خدمها بيكاسا ارت بطريقه سهله وبطريقه بسيطه وبسيطه جدا ايضا تقطع الصوره اللي راك حابها. لانه في بعض الاحيان محسن لما نصوروا صور نلقاو اجزاء ربما كما نقولوا احنا خرجت محروقه, اجزاء خرجت فيها اضاءه زايده, نحبوا نحيوها بطريقه محترفه. يمكن القول انه بيكاسا ارت على حسب ما سموه المختصين هو خدمه تعديل الصور للمحترفين, وحتى الهواة يقدروا يستعملوا بيكاسا ارت. الشيء الجميل اللي قلته يوسف انه سهل, يعني اي واحد يقدر يتيليشارجيه ويقدر يستعمله, ما فيش تعقيدات كبيره كما باقي ربما البرامج اللي تعنى بتحويل الصور, بتحويل الصور وبتعديلها. ايضا الشيء ايضا المميز في بيكاسا ارت انه لما تعدل الصوره, لما تنتهي من تعديل الصوره, لما تحب تحتفظ بها الصوره تحتفظ بها بطريقه سهله مباشره بالضغط على زر واحد فقط لتلقاها مباشره مع الصور تاعك بلا ما تشقد حوس عليها. على العموم انت شرحت لنا يعطيك الصحه, راح نصوره انا ويوسف فبعد قليل ونديروها على صفحتنا على الفيسبوك صباح الخير يا جزائر, وراح تشوفوا بلي نبقى انا ومصطفى ويوسف هو اللي راح بعد نعاود نولي وحدي. راح نتلاقاو بك غدا ان شاء الله يوسف ان شاء الله في موعد سينمائي للحديث عن انتاج سينمائي كنا تكلمنا عليه اليوم ايضا محسن من خلال برنامج صباح الخير الجزائر, فيلم الجزائر الى الابد راح نتحدثوا عليه بكل تفاصيله. كنا حضرنا يوم امس العرض الشرفي للفيلم في قاعه ابن خلدون وعدنا لكم باكثر تفاصيل غدا ان شاء الله من خلال فقره سينما. يعطيك الصحه يوسف, يعطيك الصحه مصطفى. فقط باختصار عندكم قلت لي موعد يوم 8 ان شاء الله حتى برعايه الرابطه الرياضيه للصم ان شاء الله تكون فيها احتفال 8 مارس ان شاء الله للمراه الاصم الجزائريه. يا طبعا الاحتفال راح يكون؟ يكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فندق هيلتون ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه مصطفى, يعطيك الصحه يوسف, يعطيكم الصحه انتم اللي شفتونا من الصباح, نتلاقاو غدوه ان شاء الله. هذه تحيات الفرقه التقنيه لخدمتكم من اليوم, امينه ابو خشبه رئيسه الركن, كريم بايت وحسين مزياني في الاخراج, تحيات نسيمه شوش المشرفه العامه على برنامج صباح الخير يا جزائر. وما تنساوش معنا تعيشوا الصباح بمعنى اخر, صباح الخير يا جزائر. Thank you.